مشاهدينا طبعا صباحكم بكل خير، اهلا ومرحبا بكم الى عدد جديد من فلسطين هذا الصباح لهذا اليوم الخميس الخامس من تشرين الثاني من العام 2015. وصباح الخير لمي. صباح الخير لك خميس، صباح النور وصباح الخير لكل مشاهدينا اينما كنتم. واكيد لازلنا نلاحظ الانخفاض في درجه الحراره، يوم امس كانت رياح شدتها عاليه، الصبح اخف شوي ولا لا؟ انحسار الموجة الغبار على الاقل يعني بعد اليومين القاسيات كل الشبابين القاسيات شوي. طيب، محطات مختلفة لهذا اليوم الخميس في نهاية الأسبوع من فلسطين هذا الصباح. نتوقف بداية مع قراءة سريعة لأبرز عناوين الصحف المحلية. القدس والأيام والحياة الجديدة، وجولة أيضا مع أبرز عناوين الصحف العبرية. طبعا اتجاهاتنا في غزة، والحديث عن الهبة الشعبية لنصرة المسجد الأقصى المبارك وزميلاتنا من اتجاهاتنا في غزة. وهذا الصباح أيضا نتوقف مع محافظة الخليل، قرارات مجلس الوزراء لتعزيز صمود المواطنين هناك في ظل الهجمة الإسرائيلية على المحافظة. نتحدث أيضا خميس عن مبادرة لنغني موطني معا، واللي أطلقها عدد من الشباب والشابات، طبعا توحيد للشعب الفلسطيني تحت نشيد موطني يوم السبت الساعة 6 مساء إن شاء الله. أماكن مختلفة في الداخل الفلسطيني في القدس. طيب. وهذا الصباح أيضا نتحدث عن غذاء الشتاء ونستذكر العدس على السريع. العدس، الفاصوليا البيضاء. آخر محطة مع زين عبد الصمد من بيروت، ومتابعة أوروبا والمجتمع الدولي للأحداث الجارية في فلسطين، لا سيما من شهر أكتوبر وحتى الآن. هذه أبرز الموضوعات تتابعونها حتى العاشرة بالتوقيت المحلي. نتوقف مع فصل قصير ونعود مع قراءة سريعة لأبرز عناوين الصحف. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. إذا نطالع مع عنوان صحفتنا المحلية، أبدأ من الحياة الجديدة خميس. والرئيس على إسرائيل تطبيق نظام الستاتيسكو في الأقصى الذي كان قبل العام 2000. التنفيذية تعتمد توصيات اللجنة السياسية المتعلقة بتحديد العلاقات مع إسرائيل. إذا الرئيس محمود عباس قال أنه يجب على إسرائيل تطبيق نظام الستاتيسكو المتعلق بمكانة المسجد الأقصى وبسلطة الأوقاف الإسلامية، هذا مصطلح فرنسي على العموم، الذي كان مطبقا قبل العام 2000 وليس الذي تحاول إسرائيل فرضه حاليا. وأضاف الرئيس أكدنا أكثر من مرة للجهات المعنية بأن ما تحاول إسرائيل تطبيقه حاليا في المسجد الأقصى هو غير دقيق وغير
غير صحيح وتحريف للحقائق. وأضاف الرئيس: نحن نتابع مع الإخوة في الأردن من أجل إعادة الأمور التي ما كانت عليه قبل عام 2000 حتى نحمي المقدسات من الاعتداءات المستمرة من قبل المستوطنين. اللجنة التنفيذية في اجتماعها اعتمدت توصيات للجنة السياسية المتعلقة بتحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع سلطة الاحتلال، التي أكدت عدم إمكانية استمرار الأوضاع على ما هي عليه. إلى أولى الأيام هذا الصباح شهيد من الخليل عدمه الاحتلال على مدخل حلحول، عشرات الإصابات في المواجهات وحملة الاعتقالات تتواصل. في آخر ساعة إصابة مواطن برصاص الاحتلال شرق دير البلح وقصف مناطق زراعية في المحافظة الوسطى. إصابة 7 مستوطنين في تصادم مع سيارة فلسطينية على مدخل قلقيلية. أيضا كما أوردت الأيام هذا الصباح أمريكا التحليلات ترجح سقوط الطائرة الروسية في سيناء بقنبلة زرعها داعش، حيث أعلن مسؤول أمريكي مساء أمس أنه من المرجح بشدة أن يكون سقوط طائرة الركاب الروسية التي تحطمت قبل 3 أيام في شبه جزيرة سيناء بعيد إقلاعها من منتجع شرم الشيخ، سببه انفجار قنبلة وضعت على متنها. أيضا الصورة المرفقة هذا الصباح على أولى الأيام من محافظة الخليل، أمهات الشهداء يتقدمن مسيرة للمطالبة بتسليم جثامين 11 شهيدا من المحافظة. بالعودة إلى الحياة الجديدة، والأسير محمد علان الذي خاض الإضراب الأسطوري يتحرر من قيد الأسر وينقل لمشفى ثابت بطول كرم. حسب ما أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أنه تم استلام الأسير محمد علان مساء أمس ونقل إلى مشفى ثابت في طول كرم لإجراء الفحوصات اللازمة. ومن المعلوم أن قوات الاحتلال أعادت اعتقال علان منتصف أيلول الماضي وأفرجت عنه يوم أمس. في نابلس المحافظ ينفي إجراء عملية ترميم من قبل الاحتلال لقبر يوسف ونفى ما تروج له وسائل الإعلام وخصوصا الإسرائيلية بشأن قيام الإسرائيليين بترميم مقام يوسف بمدينة نابلس بعد محاولة إحراقه، ونفى هذا الموضوع جملة وتفصيلا. إلى أولى الأيام من جديد، والرئيس يجب إعادة الوضع القائم في الأقصى إلى ما كان عليه قبل العام 2000، مصممون على المطالبة بالحماية الدولية. التنفيذية تعتمد قرارات اللجنة السياسية حول العلاقة مع الاحتلال. لا يمكن استمرار الأوضاع كما هي عليه، حيث اعتمدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في اجتماع لها أمس برئاسة الرئيس محمود عباس توصيات اللجنة السياسية المتعلقة بتحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع سلطات الاحتلال، التي أكدت عدم إمكانية استمرار الأوضاع على ما هي عليه. حذرت تنفيذية سلطات الاحتلال من استمرار الاقتحامات الاستفزازية للمسجد الأقصى وباحات الحرم القدسي الشريف، وأكدت أن استمرارها يؤكد من جديد النوايا المبيتة لحكومة وبلدية الاحتلال التي تستهدف تغيير الوضع الذي كان قائما في الحرم القدسي الشريف قبل العام 2000، وضرورة السماح لكافة الفلسطينيين بالدخول للقدس والوصول إلى المسجد الأقصى دون تمييز. دعت اللجنة التنفيذية لاحترام قدسية المكان بمساحته الكاملة القائمة على 144 دونما باعتباره المكان المقدس للمسلمين، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، الذي لا يقبل بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة تقسيم أو التقاسم الزماني أو المكاني. من العناوين أيضا على أولى الأيام هذا الصباح، الاستخبارات الإسرائيلية تقول موجة العنف بدأت تهدأ ولكن انفجارها مجددا مسألة وقت وخلال جهور. بالعودة إلى الحياة الجديدة وفي الخليل، واستكمالا لقرارات مجلس الوزراء الذي عقد جلسته الأسبوعية الثلاثاء الماضي في مدينة الخليل، هذه المرة البلدية تقرر رصد $1 مليون من صندوق البلدية لصالح مشاريع مستعجلة خاصة بالبنية التحتية والخدمات بالبلدة القديمة والمناطق الأخرى المجاورة للمستوطنات، إضافة إلى تقديم كل الإمكانيات لصالح المؤسسات والوزارات لفتح مقراتها داخل البلدة القديمة. أتابع أيضا في الحياة: الجامعة العبرية تجبر العمال العرب على وضع إشارات تميزهم.
إذن بعث مركز عدالة برسالة عاجلة لعميد الجامعة العبرية في القدس يطالبه فيها بإلغاء التعليمات الصادرة لعمال النظافة العرب التي تجبرهم على ارتداء شارات بارزة أثناء تواجدهم في عملهم في الجامعة، بعد أن وصل المركز شكاوى من مصادر مختلفة في الجامعة تؤكد وجود هذه التعليمات. إذا التمييز موجود في الجامعة، ماذا نتحدث عن باقي المؤسسات الأخرى الموجودة في إسرائيل؟ من مدينة القدس المحتلة، الاحتلال يعلن إزالة وإعادة موضع عدد من الحواجز في القدس، وهيئة العلماء والدعاة تقول نتنياهو يكذب حين يدعي الحفاظ على الوضع القائم في الأقصى، حيث قالت هيئة العلماء والدعاة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمارس فن الكذب حينما يدعي أنه يحافظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى. يعلون لا علاقة تربط تسليم جثامين الشهداء بعودة جثث الجنود المفقودين في غزة. مشعل يدعو إلى استراتيجية وطنية لدعم الانتفاضة ويؤكد على أهمية عدم دفع غزة إلى حرب جديدة. إسرائيل ترجئ تدمير كنيس خوفا من ردة فعل المستوطنين والإفراج عن علان ونقله لمستشفى ثابت في طول كرم. السيسي يرجح عدم تنفيذ أحكام الإعدام ضد الإخوان. وأخيرا من أول الأيام أقرأ هذا الصباح صورة محام فلسطيني يركل قنبلة غاز ألقتها قوات الاحتلال تتحول رمزا للصراع، ومشاركة هذه الصورة فاقت 2 مليون على الانترنت، حيث تحولت الصورة التي التقطها مصور وكالة الأنباء الأمريكية أسوشيتد بريس مجدي محمد بتاريخ 12/1 الماضي لمحام فلسطيني إلى رمز الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. يظهر في الصورة المحامي الفلسطيني حسن عجاج وهو يركل قنبلة غاز الفلفل التي ألقتها قوات الاحتلال، وقام حتى هذه اللحظة 2 مليون شخص بمشاركة هذه الصورة على شبكة الانترنت. عجاج في تصريحات صحفية يقول أن الصورة تظهر غضب الفلسطينيين، قائلا أنا كمحام فلسطيني جزء من الشعب الفلسطيني، وأنا أيضا جزء من الرغبة في تحرير فلسطين. بقي خبر من الحياة الجديدة في الصفحة الأولى، وزارة الصحة تسير قافلة أدوية لغزة بقيمة 5 ملايين شيكل، وأطلقت اسم الرئيس محمود عباس على مشفى حلحول. يعني معي الملحق الرياضي، ربما احنا نتحدث عن الأخبار السياسية، لكن ما حدث بشأن مباراة منتخبنا الوطني ومع نظيره السعودي لا نستطيع أن نضعها ضمن الشأن السياسي. وأقرأ خميس فلسطين تستضيف السعودية وماليزيا على أرض محايدة، وإحنا نعرف يعني انه يعني الشعب كان في عده وجهات نظر حول هذا الموضوع فيما يتعلق في الملعب البيتي وفيما يتعلق بموضوع زياره اشقائنا ولعب المباراه. على العموم اقرا حسب ما كتبت الحياه الجديده، التصفيات المزدوجه فلسطين تستضيف السعوديه وماليزيا على ارض محايده ضمن التصفيات المؤهله لكاس العالم للعام 2018 وكاس اسيا 2019 لكره القدم على ارض محايده حسب ما قرر الاتحاد الدولي الفيفا. واعتبر الاتحاد الفلسطيني كره القدم قرار الفيفا ظالما بحق الاسره الرياضيه الفلسطينيه وبحق الملعب البيتي. وقال الاتحاد في بيان عقب اجتماع استثنائي عقده الاربعاء انه سيجتمع مره اخرى اليوم لاتخاذ موقف نهائي. أما اتحاد كرة القدم الفيفا عزى قراره إلى أسباب أمنية، في حين كان الاتحاد السعودي أعلن اعتذاره عن خوض المباراة مع فلسطين في رام الله والتي كانت مقررة هذا اليوم. الفيفا قالت في بيان لها أن اتخذت القرار بعد اجتماع مطول الثلاثاء في فلسطين حصل بين مسؤولين عن الأمن من قبله وبين السلطات المحلية، وأكدت السلطة الفلسطينية على إثره أنها لا تستطيع ضمان الأمن حول الملاعب المعنية. على العموم موعد مباراة منتخبنا مع السعودية حدد في 9 من الشهر الجاري، ولكن مباراتنا مع ماليزيا في 12 من الشهر نفسه. على العموم لا يسعنا إلا نتمنى التوفيق للفدائي في مبارياته القادمة. كنت أكيد إلى أولى القدس هذا الصباح وبعض العناوين سريعا، شهيد من الخليل وجريحان إسرائيليان في عملية صدم، دهم والعسوية وإغلاق مدارس في المكبر والاعتقالات مستمرة، إصابات واختناقات خلال مواجهات قصرى ومحيط خضوري والخضر، إصابة مواطن برصاص الجيش شرق دير البلح. الحمد لله يؤكد أهمية دور اليونيسف
في رصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأطفال، حيث أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله أهمية دور منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في رصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية خاصة بحق الأطفال وعرضها على المستوى الدولي. شدد الحمد الله خلال لقائه في مكتبه برام الله المدير الإقليمي الجديد لمنطقة اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بيتر سلامة على ضرورة إلزام مؤسسات الأسرة الدولية لإسرائيل بالقانون الدولي والإنساني ووقف هذه الانتهاكات. مرة أخرى تنفيذية تعتمد توصية اللجنة السياسية المتعلقة بتحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع إسرائيل، والرئيس يقول يجب تطبيق نظام الاستاتسكو في الأقصى الذي كان ساريا قبل العام 2000. نواب كتلة فتح البرلمانية يدعون الرئيس إلى عقد جلسة للتشريع وتوحيد صفوف شعبنا. أبو مرزوق يقوم بزيارة ثانية إلى لبنان، توقع اجتماعه مرة أخرى مع الأحمد. الهيئة الأمنية الإسرائيلية تقول الرئيس عباس لا يحرض ولا يشجع على العنف ولا يمكن إعادة التنسيق الأمني إلى سابق عهده. أخيرا تقرير إخباري، شارع الواد في القدس يحتضر ومخاوف من تحويله إلى شارع الشهداء 2، يعني على غرار شارع الشهداء في الخيل. يعني شارع الواد خميس يعني هو شارع حيوي في مدينة القدس، مثل يعني خان الزيت والعطارين وغيرهم، وهي الأماكن اللي يتجمع فيها تجار المقدسيين في هذه المدينة، وربما هي الشوارع الوحيدة اللي نشوف فيها النفس المقدسي موجود هناك. مستهدفة، وهي مستهدفة بشكل كبير، خاصة شارع الواد مع الضرائب اللي فرضت على التجار الموجودين هناك. يعني بعض الأخبار المنوعة من صحيفة الأيام، على في تركيز على الرياضة بشكل كبير هذه الأيام، ولكن مع أخبار التكنولوجيا وخبر وحيد ساعة سامسونج الذكية تطرح في الشرق الأوسط بخاصية سداد النقود، وربما دراسة تتعلق بالأمريكيين 63% منهم على ثقة تامة بوجود الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، كفي خميس. نتوقف مع فاصل قصير مشاهدينا ونعود، تفضلوا بالبقية معنا ونهاركم سعيد إن شاء الله.
يسعد صباحكم مشاهدينا من جديد. خميس اكيد زاويتنا اليوميه. الاستاذ فايز عباس صباح الخير. صباح الخير. يسعد صباحك. صباح الخير. صباح الخير للمشاهدين. ابرز العناوين طبعا ابرز العناوين اليوم في الصحف الاسرائيليه الطائره الروسيه يعني والادعاء الامريكي البريطاني بانها عمليه تفجير يعني باكدوا بيان داعش بالامس قنبله داخل الطياره. نعم يعني عبوه ناسي في داخل الطياره كيف دخلت ما حدا بيعرف. المصر يعني راحت نقلوا مدير الامن في المطار وهذا هن صاروا يربطوا بين انه نقله من مكان عمله وكانه يعني فعلا كان اهمال امني في المطار مع انه المصريين يعني بدها انه لا تم ترقيته يعني الى مكان اخر والعمل في مكان اخر. لكن هذا خاصه البيان البريطاني اللي طلب من البريطانيين عدم زياره سيناء او زياره مصر في هذه المرحله في اليوم اللي الرئيس المصري السيسي بزور لندن. لندن. طبعا يعني انا بعتقد انه تاكيد بيان داعش البريطاني ولا فيه له هدفين. هذا التحليل الشخصي فضل. ضرب السياحه في مصر وضرب روسيا وتدخلها في سوريا لانه ربطوا داعش بين التدخل الروسي وهاي العمليه يعني. صحيفه معاريف نبدا في صحيفه معاريف الولايات المتحدة أو يعني التقديرات في الولايات المتحدة داعش غفارات تفجير الطائرة الروسية في سيناء. السي ان ان الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن عبوة ناسفة أدت إلى انفجار الطائرة ومقتل 234 روسي من الركاب. غضب يعني عمليا العناوين الرئيسيه في الصحف الثلاث قضيه الطائره الروسيه. ولكن الخبر الثاني المهم اليوم اللي على الصفحات الاولى في الصحف الاسرائيليه وهو تعيين رئيس الحكومه بنيامين نتنياهو عين مدير قسم العلاقات العامه في ديوانه. كان هذا يعني قد هاجم الرئيس الاسرائيلي قبل ايام روفي ريفلين وطبعا وجه له اتهامات يعني بسبب مواقفه السياسية يعني وموقفه من نتنياهو. طبعا كتب على صفحته على الفيسبوك انه هذا الرئيس هامشي يعني ولا يستحق يعني وما في خطر على حياته ما في حاجة لحراسته لانه شددوا الحراسة عليه بعد تصريحاته وتهديد اليمين لريفلين. وقال هذا كتب هذا العبقري الجديد طبعا من جماعة نتنياهو واكيد لانه اذا لو ما لم يكن كذلك ما عين انه يجب نقل الرئيس الإسرائيلي ريفلين إلى الجانب السوري من الجولان عند داعش والنصرة. نعم نتنياهو وكعادته أنا اللي بأكد كعادته بالكذب قال بأنه لم يعلم شيء عن موقف ران راتس براتس اسمه. طبعا براتس كتب أنه هاي كانت نكتة على الفيسبوك وهو لم يقصد يعني بشكل جدي ولكنه رفض الاعتذار للرئيس ريفلين. هاي تثير هاي القضية الرأي العام في إسرائيل بشكل واسع يعني وفي يعني من الساعة 5 الصبح يعني الأخبار في الإذاعة الإسرائيلية بالعبري عن هذا الموضوع يعني ومقابلات مع مسؤولين ومع بس طبعا يعني كله بيرجع انه بالاخر نتنياهو انه بيكذب انه ما عنده علم في الموضوع يعني كيف بيعين واحد مدير قسم العلاقات العامه في مكتبه في ديوانه ما بيعرف شيء عنه يعني ما بيعرف شو بيكتب ما بيعرف شو اراه. هاي كذبه كبيره برضه يعني. من ضمن الكذبات يعني كل كلمه بيحكيها والثانيه نتنياهو بتكون فيها كذب. حتى اذا بقول صباح الخير في لازم تشك انه وين الكذب في باي كلمه صباح ولا الخير. طبعا يعني التلوث الاكبر الطقس تحول من غبار مغبر الى خطر على الصحه. لكن انحسرت وكان في مطر الصبح يعني مناطق الشمال. نعم الكنيس في بسجاد زئيب مستوطنة بسجاد زئيب سيهدم حتى 17 من الشهر الجاري. كان يجب أن يهدم
بالأمس أو قبل أيام، ولكن الشرطة الإسرائيلية توجهت للمحكمة العليا وطلبت التأجيل بسبب يعني الأوضاع الأمنية. الأوضاع الأمنية، ولكن البيتين اللي في بيت حنين انهدموا، ما في أوضاع النقب، ما في أوضاع إنسانية، وما في وحتى قرية جلود جنوب نابلس برضو ما في أوضاع، طبعا ما في هناك. يعني هن يدعوا خوفا من انتقام اليهود. شوف شوف الإداء بسبب الأوضاع الأمنية والانتقام اليهود. طبعا في عشرات أو المئات المستوطنين يتحصنون في الكنيس مع يعني عبوات غاز، يعني بيهددوا أن يفجروا، جاهزين حالهم، جاهزين حالهم، وبيهددوا بالعنف يعني. وبالأمس اعتدوا على مراسل القناة العاشرة والمصور لما كانوا يغطوا الأحداث في الكنيس، حتى يعني كان في ضرب يعني واعتداء جسدي عليهم غير الكلام يعني. يعلون يجب عدم الربط بين جثث منفذي العمليات، هو طبعا فول عنهم المخربين يعني يخرب رأس أبوه يعني شايف، وجثث الجنود في قطاع غزة، لأنه كان في حكي بالأمس عن هذا الموضوع. خالد مشعل، نعم. إصابة مقاتل من حرس الحدود بجروح حرجة في عملية دهس بالأمس يعني في الحلحول، ومقتل منفذ العملية. المعارضة في إسرائيل تربك الائتلاف يعني، فبعد ما أحبطوا قانون المساواة بين الرجل والمرأة على الوصاية على الأطفال يعني، كان بشكل يروح بشكل تلقائي للأم الولد، ولكن اليوم هذا القانون قدمه عضو كنيسة من الليكود، ولكن في التصويت هو خسر، الائتلاف خسر بصوت واحد لصالح المعارضة يعني، وفي غضب يعني في الائتلاف الحكومي. حخام كبير يستغل مكانته ومركزه ويحول صبية إلى ما كان للجنس عنده، كان منذ كان عمره 12 سنة اليوم عمره 17 سنة خلال 5 سنوات يعني. وأهلها كانوا يثقوا فيه أنه يعني هو بيساعدها بيعالجها، بتعرف هذول اللي بيأمنوا بالحخامات باركوا فيهم حتى هم. طبعا طبعا يعني زي عنا المشايخ يعني بيختلفوش كثير يعني، يعني نفس التفكير يعني نفس أنه خلاص بروحوا عند شيخ يعني بيعالج موجود عندهم العلاج عند الحخام. طبعا يعني عند الحخام هو بيكون الأول والأخير، هو الطبيب، هو الأب، هو الأم، وهو اللي بيغتصب. ننتقل لصحيفة هارتس. رئيس أركان الجيش ووزير المالية يعني بيبحثوا في قضية سرا في قضية تقاعد العسكري، والجيش يوافق على شروط المالية لكن أن تشمل كافة الأذرع العسكرية، لأنه كان في هناك يفضله عن وحدات أو عن أخرى يعني، الوحدات المقاتلة، الوحدات النخبة، فضلون عن الوحدات العادية يعني اللي في الجيش. طبعا الاعتقاد السائد أنه داعش تقف وراء تحطم الطائرة الروسية في سيناء. مصدر أمريكي، تم وضع العبوة الناسفة في الطائرة، وبريطانيا قررت وقف الطيران إلى شرم الشيخ. حتى أنه يعني في الأخبار الصبح بالعبر أنه في 20,000 بريطاني موجودين في سيناء أو في مصر، وبريطانيا تعمل على إعادتهم بشكل سريع. إصابة شرطي حرس الحدود طبعا بالقرب من الخليل. المئات، هاي الصورة اللي على الصفحة الأولى في أرس الكنيسة اليهودي في اللي بتحصنوا ده اللي بتحصنوا فيها، ولكن هناك يعني نحارب من أجل أرض إسرائيل، وكنيس لا يمكن هدم كنيس يعني. وهن هون بيهددوا، وهي الصورة يعني طبعا يعني هاي الكنيسة تم القرار يعني بعد ما التمس صاحب الأرض إلى المحكمة، ولأنها أرض خاصة، وصدر هذا القرار. طبعا رئيس قسم العلاقات العامة أيضا على الصفحة الأولى فيها آرتس، بدناش نرجع عنه يعني. وفي عقاب الهدوء النسبي أو التهدئة في القدس حسب إسرائيل يعني، تهدئة إزالة 4 حواجز
منها حاجز واحد بالقرب من المدرسة في جبل المكبر، لكن ما زال هناك 20 حاجز آخر يفصل بين القدس الشرقية والغربية. 2 من 22 يعني. نعم. في سحب للجنود يعني؟ لا ما في سحب. ما في سحب. لا. إصابة مواطنين من العيساوية في عيونهم وهم يقفون على شبابيك بيوتنا وعلى البراندات يعني من رصاص مطاطي إسرائيلي، يعني حتى اللي في البيت مش سالم من رصاص الجيش. حكومة رومانيا تستقيل بعد كارثة حادث النادي الليلي بسبب الاحتجاجات الشعبية، راح ضحيته 32 روماني. الكاريكاتير في صحيفة هارتس اليوم رجعنا على القط وريئين وزير الزراعة تدفع على القضية. نعم نعم نعم. يعني وريئين القط داعس عليه ومكتوب قطط في القمة لأنه طبعا هو تراجع، يعني مثل البس تراجع عن هذا القرار. هو شو بدعي اليوم أنه يعني حكى هذا الكلام يعني من أجل رفع الهبة الشعبية مشان الحيوانات يعني. شوف يعني هلا هاي ولا أحسن من رجع الفيزا اللي طلبناها للقطط يعني على ال لفت يعني هذا الخبر عالميا تم تداوله. نعم. ضمن فئة الأخبار الطريفة يعني. نعم لأنه طريف. طلع المشكلة مع أوري أرئيل بعد ما منع من دخول الاقتحام الأقصى بطل بدون شغل يعني. بطل في عنده شغل يعني بيش بده يشتغل القطط. فراح على القطط هاي اللي خلتها في العناوين يعني. على طول الصدارة من جديد طبعا. تصدر العناوين من جديد طبعا يعني. هو إذا ما إيش بده يعمل؟ راح على القطط ولا يفلس وهي خلته يا شايف طلع. بس إنه البس داعس عليه منتصر البس علامة النصر. صحيفة ديوات أحرنوت طبعا العنوان الرئيسي هو قضية العملية العملية الدهس في الحلحول بالأمس، والولايات المتحدة تقدر بأن داعش تقف وراء تحطم الطائرة الروسية. وداعش طبعا كان في بيان يعني صحيح. رسمي من أول ما سقط نحن الطائرة. من أسقط الطائرة والخنزير بوتين في بيان يعني سيندم على إرسال الجنود إلى سوريا. غضب رئيس إسرائيل من تعيين رئيس العلاقات العامة طبعا يعني لاش نرجع عليه. وزير الأمن على ميري ريجيف الوزيرة ميري ريجيف وزيرة الرياضة والشباب والثقافة طبعا ولا هي ما تفتقر إلى الثقافة كليا وإذا تتدخل في شغل إذاعة الجيش يعني. فهو طلب منها عدم التدخل وأمر مدير القائد المحطة محط الإذاعة إذاعة الجيش أمره ممنوع أنه يلتقي مع الوزير ميري ريجيف. خبر مثير للاهتمام في ديوات أحرنوت طبعا بهمنا كفلسطينية يعني. الشرطة تدرس إمكانية تقديم عاملين في مستشفى المقاصد للمحكمة لمعالجتهم جرحى في الأحداث ولكن لم يبلغوا عنها عن هذه يعني الإصابات يعني وعن العلاج. وطبعا كان في اقتحام عدة مرات للمستشفى من قبل الشرطة الإسرائيلية صحيح. طبعا هن حسب الخبر يعني انه في احد الجرحى تم اعتقاله في مرحله متاخره واعترفوا انه هو تلقى العلاج كان مصاب برصاصه في رجله. اعترف انه تلقى العلاج في المستشفى والمستشفى لم يبلغ بدرسوا امكانيه تقديمهم للمحكمه. الهدم حتى 17 من الجهر الجاري للكنيس. والالتماس قدمه صاحب الأرض رباح محمد عساف عبد اللطيف من الجيب بلد اسمه الجيب. الجيب صحيح. يعني تحدد إذا عن جفعات زائف مش بس جفعات. نعم. زائف المستوطنة القريبة من الجيب هي جفعات زائف. جفعات زائف. نعم. زائف. نعم. جفعات زائف والذي توفي قبل عام. توفي ولا زالت القضية موجودة. طبعا. طبعا في تهديد للمحكمة العليا شعارات معادية على جدار المحكمة العليا. لأنه بعد القرار الهدم
مسؤولين يعني في المحكمة، كل هاي التهديدات جاءت بسبب تحريض اليمين المتطرف. لو أن التلفزيون الفلسطيني الخبر الجاي يعني باثث مثل هذا النوع من الألعاب للأولاد لكانت كان نتنياهو أقام الدنيا ولم يقعدها. لعبة كمبيوتر جديدة للأولاد كيف يقتلون مخرب، طبعا يعني بحطه مخرب عربي يعني مفهوم إنه مفهومها العربي، وهذا من إنتاج القناة السابعة الإسرائيلية. يعني لعبة كيف تطول الأطفال يقتلوا، بيعلموا الأطفال القتل قتل العرب. إني بقول إني بيدعى أنا مخرب يعني، ولكن هي القصد منه بالآخر إنه مين المخرب؟ إنه عربي بنظرهم، كل عربي هو مخرب. فتخيلوا لو انه بث مثل هالشيء تلفزيون فلسطين لكان نتنياهو وصلها للامم المتحده ولمجلس الامن وللرباعيه الدوليه والاتحاد الاوروبي وقام الدنيا، ولكن في اسرائيل عادي ما فيش تحريض. هذا مش تحريض، هذا شيء طبيعي في اسرائيل. لما رئيس الحكومه والكابينت بتاخذوا قرارات بالقتل لمجرد التفكير حتى بتنفيذ عمليه، ف هذا يعني طبيعي. فصل مديرة مدرسة في بيت حنينة ومدرسة بسبب يعني لتقديم مسرحية على حسب وزير المعارف هذا الديمقراطي الليبرالي يعني المثقف اللي اسمه نفتالي بنت. طبعا هو يعني من كثر ما هو ديمقراطي ومن كثر ما هو منفتح على الدنيا، طبعا هو كوزير للمعارف تربية وتعليم وبهمه الديمقراطية وحرية الرأي، ولكن حرية الرأي مش للعرب. ففصلها لأنه تم هناك عرض مسرحية يعني حسب رأيه تمس بالجندي الإسرائيلي. القصة المسرحية جندي بيقتل طفل فلسطيني وأنه بحرضه المعلمة والمديرة والطلاب على التظاهر ورفع صور الشهداء. تم فصله لك إحنا خلاص يعني الحكي التحريض هسه بدناش بس حكي بدنا أفعال. وفصلهن عن التعليم. مندوب فلسطين في الأمم المتحدة يتهم إسرائيل بسرقة أعضاء من جثث الفلسطينيين، ومندوب إسرائيل يعني طبعا ينكر هذا الشيء ويندد ويطالب بان كي مون بالتنديد بالممثل فلسطين في الأمم المتحدة، لأنه هذا اسمه تحريض ولا سامية وكراهية لليهود. ولكن ثبت في الماضي أن إسرائيل فعلا واعتراف من قبل إسرائيل إن كانوا يسرقوا أعضاء من جثث الفلسطينيين. يعني هذا شيء مش جديد يعني وهذا يعني في منه. طبعا هني هو اعتمد مندوب فلسطين رياض منصور على وثائق رسمية طبية صحيح طب شرعي طبعا يعني تهديد حياة الوزير أوري أريل وبعده وحط عليه حراسة، كثفوا الحراسة عليه يعني، ولا هو بيقول لن نهجر القطط خلاص تركوني في حالي تهددونيش. محكمة تلزم بلدية حيفا بإعادة ميزانية مسرح الميدان بعد تجميد يعني ووقف هذه الميزانية بسبب مسرحية طبعا عن حياة سجين أمني كتبها أيضا أسير أمني. طبعا هذا الشيء أثار ردود فعل غاضبة في إسرائيل. قضية المسرحية اللي بتحكي عن حياة الأسير أبو دقة اللي محكوم عليه كذا مرة مؤبد يعني، والكاريكاتير اليوم المحكمة العليا رئيسة المحكمة بتحاول تمسح إيش مكتوب من فوق تدفيع الثمن. طبعا العمليات اللي كانت تصير في تدفيع الثمن هو عمليات تدفيع الثمن وصلت للمحكمة العليا الإسرائيلية. بالمناسبة يعني شددوا الحراسة على رئيسة المحكمة بشكل يعني وعلى 3-4 قضاة في المحكمة عليهم حراسة مشددة. وين وصل الوضع في إسرائيل؟ حتى قضاة المحاكم يهددون من قبل اليمين الفاشي في إسرائيل. يعني الرعب وصل حتى للمحاكم يعني ما ظل فيها يعني. ولكن طبعا هذا كلياته بسبب
القيادة اليمينية الإسرائيلية اللي بتحرض على قضاة المحكمة لما بخرج عضو كنيسة من الائتلاف الحكومي، وبقول لازم نطلع بالبلدوزرات على المحكمة العليا ونهدها على روس يعني. ليش؟ لأنه ناشط يميني أو مستوطن من يتسار أو من قفعات زئيب ما يهدد القضاء يعني. صحيح. هذا نختم. نعم. شكرا جزيلا لك أستاذ فايز عباس. صباح الخير. شكرا لك مرة أخرى. بعد الفاصل مشاهدينا بنكون مع محافظة الخليل واجتماع الحكومة وسلسلة القرارات يعني والأموال اللي خصصت لهذه المحافظة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى محطتنا المنوعة هذا الصباح، نتوقف فيها مع محافظة الخليل ونتحدث عن القرارات الحكومية في ختام الجلسة التي عقدتها الحكومة يوم الثلاثاء في محافظة الخليل. وسيد كامل حميد محافظ محافظة الخليل ينضم إلينا مباشرة من استوديوهاتنا في الخليل. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا. نعم، يعني عطفت المحافظ فيما يتعلق بجلسة مجلس الوزراء والقرارات اللي تم تخصيصها لنصرة أهلنا في محافظة الخليل، تحديدا البلدة القديمة، سواء على مستوى السكان أو مستوى التجار، تعزيز الصمود، نقل مكاتب المؤسسات الحكومية هناك، وهذا يعني أبرز ما تحتاج له هذه المحافظة في هذه الفترة، وخاصة وأنها مستهدفة بشكل كبير من قوات الاحتلال من جهة ومن قطعان المستوطنين من جهة أخرى. يعني بداية شكرا لكم، وأود أن أتقدم بالشكر باسم أهالي محافظة الخليل للسيد الرئيس لتوجيهاته الدائمة واتصاله المباشر، حيث أن السيد الرئيس يتابع هموم الخليل وتفاصيل الحياة اليومية وما يجري باستمرار وبشكل متواصل. وبتوجيهاته اجتمع مجلس الوزراء في جلسته الثالثة الحقيقة في محافظة الخليل. كان لهذه الجلسة تأثير كبير ووقع كبير سياسيا واقتصاديا، وأيضا إرسال رسالة قوية للحكومة الإسرائيلية وللمجتمع الدولي بضرورة التدخل. وكان هناك تأثيرات مباشرة وعاجلة لهذه الجلسة، حيث توافد العديد من الممثلي الدول، وآخر يعني اجتماع كان بالأمس للممثل الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط و السفير الفرنسي ووزيرة العدل السويدية، بالإضافة إلى العديد من الاتصالات. وخلال الأيام القادمة والساعات القادمة سيصل أيضا عدة وفود إلى الخليل. مجلس الوزراء ناقش بتفاصيل الانتهاكات الإسرائيلية والاعتداءات والإعدامات والمخطط الإسرائيلي الذي يهدف إلى تهجير أهلنا في البلدة القديمة وإلى تحويل المسجد الإبراهيمي إلى كنيس يهودي، وإلى أيضا مواجهة ومهاجمة المستوطنين المتكررة والمتواصلة
أهلنا في البلدة القديمة وفي جميع البيوت المحاذية للبؤر الاستيطانية وللمستوطنات من شمال المحافظة وحتى جنوبها، وكذلك هذه الإعدامات، سير خط الإعدامات التي انتهكت في محافظة الخليل وفي مدينة الخليل تحديدا في البلدة القديمة، تؤشر بوضوح إلى أن هذه الإعدامات تمت على خط H2 بشكل واضح، والتي أسفرت عن وضع المتاريس ووضع السواتر الإسمنتية ووضع البوابات، وأضيفت العديد من العراقيل ووضعت الحواجز وفرضت التصاريح ومنع المواطنون من التحرك وفرضت فئات عمرية محددة. كل هذه القضايا نوقشت واتخذ مجلس الوزراء الحقيقة يعني 17 قرارا، وكانت لأول مرة محافظة الخليل يعني تحظى بهذا العدد من القرارات الهامة، قرارات اقتصادية، قرارات سياسية، قرارات أمنية، قرارات تعزيز الصمود، قرارات قانونية أيضا ببحث الجانب القانوني لهذه الانتهاكات. والمهم عضوة المحافظة هنا أن تصار هذه أو يصار إلى تطبيق هذه القرارات، وخصوصا فيما يتعلق بالبلدة القديمة، شارع الشهداء. بدأت اللجان بدأت بدأت بتنفيذ هذه القرارات. الحقيقة يعني هناك قرارات بتعلق بالبنية التحتية، الخليل تعاني من أزمة مياه، تعاني أيضا من نقص في الخدمات الصحية في بعض المناطق، اتخذت قرارات بفتح مراكز طوارئ، أيضا تعزيز المواد الصحية اللازمة، بالإضافة إلى الإسراع في بناء المستشفيين، المتخذ قرار أصلا ببنائهما، بالإضافة إلى ذلك في قطاع البنية التحتية، الصرف الصحي، المياه، حل مشكلة المياه في البلدة القديمة، إيصال المياه إلى الأحياء المحاصرة بالبؤر الاستيطانية، وكذلك تزويد المواطنين بما يحتاجونه من خزانات وغير ذلك. هذا فيما يتعلق بموضوع المشاريع. أيضا هناك قرار في غاية الأهمية بإنشاء صندوق لدعم المواطنين والتجار في البلدة القديمة، استمرار صرف المعونات المالية ل1050 عائلة، بالإضافة إلى 1300 محل تجاري يتلقون مساعدات يعني مباشرة، بالإضافة إلى زيادة عدد أفراد الأمن المدني الذين يعملون في البلدة القديمة إلى 100 عنصر، وهذا أيضا له تأثير كبير لهذا التواجد. أيضا زيادة عدد الموظفين في الحرم وفي المراكز وفي الوزارات، أيضا فتح بقية المكاتب الحكومية التي لم تفتح لغاية الآن في البلدة القديمة. هناك أيضا يعني بعض القرارات المتعلقة في تعزيز الأمن الداخلي من خلال دعم وتوفير الإمكانيات اللازمة للجان الحراسة وسهولة الاتصالات الداخلية. يعني هذه القرارات الحقيقة في غاية الأهمية، بالإضافة إلى متابعة ملف تسلم الجثامين. ممتاز. لو نحاول نأخذهم نقطة يعني نقطة عطوفة المحافظ ونأخذ تعليقك على الموضوع. جثمان. يعني رح نيجي على موضوع الجثامين، ولكن فيما يتعلق بموضوع الحكومة واجتماعها، لو نحاول نركز على بعض النقاط بحد ذاتها، على الأقل فيما يتعلق بموظفي القطاع العام، صرف علاوة مخاطرة لمن يعمل في البلدة القديمة أسوة موظفي الحرم الإبراهيمي، موضوع أيضا مبشر بالنسبة للخريجين والمتفوقين في البلدة القديمة، إعطائهم الأولوية في المنح والتوظيف، كل هذا يساعد على صمود أهالي هذه المنطقة وعدم هجر البلدة القديمة، إذا كان التوظيف لهم في أولوية، إذا كان المنح الجامعية أيضا هم على سلم الأولويات، هذا بيساعد على صمودهم وتثبيتهم في هذا المكان المستهدف. هذا صحيح، صرف علاوة المخاطرة لمن يعمل من الوزارات في البلدة القديمة، هذا قرار في غاية الأهمية، وهو سيدعم حقيقة
تواجد الموظفين، وخاصة بالفترة الأخيرة التي يعني شهدت حالة من التوتر والخوف لدى العديدين. بالتالي هذه عملية تطمين قُبلت بارتياح كبير، وأصبح هناك تنافس على من يريد أن يذهب ليعمل في البلدة القديمة. هذا كان له نتائج عاجلة. الآن يجري عملية الإحصاء لرفع هذه القوائم إلى مجلس الوزراء من أجل اعتمادها. كذلك إضافة 40 وظيفة فورية للعاملين في مكتب المحافظ في البلدة القديمة، ممن يعملون في قطاع الأمن والحراسات. هذه 40 وظيفة ستجري فورا، لتضاف إلى 60 وظيفة كانت موجودة في السابق وهم يعملون الآن في البلدة القديمة، بالإضافة إلى نقل بقية الوزارات التي لم تفتح أبوابها من أجل فتح يعني مقرات جديدة للوزارات. وأعلمت أيضا من أن هناك بعض المؤسسات القطاع الخاص، وأيضا بلدية الخليل عقدت بالأمس جلسة في البلدة القديمة، وسيجري الآن فتح مقر أيضا للبلدية أو استرجاع المقر القديم للبلدية. يعني في هذا الاتجاه أنا أعتقد بأن الأمور جيدة. أيضا نحن يعني تم التركيز على قطاع التربية والتعليم، وخاصة المدارس، مدرسة قرطبة ومدارس المدرسة الإبراهيمية وغيرها من في البلدة القديمة، من أجل أيضا علاوة المخاطرة، ومن أجل نقل اعتمادات ومراكز جديدة الوظائفية، وأيضا فتح مراكز خدماتية جديدة في المدارس إرشادية وغير ذلك. نعم. بالإضافة إلى توفر يعني كل الاحتياجات التي طلبتها المدارس في البلدة القديمة. هناك مشروع أيضا تقريبا بنصف مليون دولار لتأهيل المنازل في البلدة القديمة، من أجل تأهيل بقية المنازل لتصلح للسكن. التأكيد على القرار السابق بالإعفاء من الكهرباء والمياه، وأيضا الإعفاء من رسوم الضرائب في البلدة القديمة. هناك مشكلة في هذا الاتجاه، طيب سيد أحمد، عشان لم تكن ضيق الوقت لو سمحت، مشمولة في هذا القرار، يجري الآن على تعريف البلدة القديمة. نعم، في موضوع الجثامين الشهداء، أين وصل الموضوع في آخر إذا كان من اتصالات مع الجانب الإسرائيلي؟ وأيضا أشرت إلى موضوع الوفود الأجنبية التي قدمت إلى الخليل خلال اليومين الماضيين، متوقع أيضا وفود أخرى، ما الرسالة التي تحملها وأيضا أهمية وقوفها على الحدث في الخليل؟ يعني الحقيقة كان هناك قرار بتسلم جثامين الشهداء في المحافظة نتيجة تدخلات مباشرة من العديد من الجهود الدولية بتوجيه مباشر من السيد الرئيس، ولكن قبل لحظة التسلم بدقائق فوجئنا بقرار إسرائيلي بفرض شروط. طبعا نحن ندرك أن هذه الشروط هي من أجل كسر حالة الوحدة والتضامن وحالة يعني المعنويات العالية التي شهدتها المحافظة، وخاصة أن أكثر من 15,000 مواطن شاركوا في تشييع وتسلم واستقبال الجثامين في مقر المقاطعة في المربع الأمني. على ما يبدو أن هذا الاستقبال وهذا التكافل وهذا التضامن وهذه الوحدة لم تعجب الجانب الإسرائيلي، لم تعجب الاحتلال والمستوطنين، وبالتالي ضغطوا باتجاه إلى منع هذا التفاعل وهذه المعنويات العالية الموجودة بالمحافظة. نعم. ولهذا كان هناك سبب في تأخير تسلم الدفعة الثانية من الجثامين وفرض شروط. نحن رفضنا هذه الشروط، أهالي الشهداء رفضوا هذه الشروط، وبالتالي كان هناك تدخلات مجددا. بالأمس كان اجتماع مهم مع ممثل الخاص لعملية السلام من الأمم المتحدة. نعم. على مستوى أممي في الأراضي الفلسطينية، وطلع على التفاصيل ونقل رسالة قوية إلى الجانب الإسرائيلي وإلى الأمم المتحدة، وتحدث مع الأمين العام ونقل له يعني ما يجري. وبعد ذلك تم تسلمنا جثمان الشهيد الذي استشهد بالأمس، وكان هذا أيضا مؤشر إيجابي. نعم. لعدم حجز هذا الجثمان. الجهود مستمرة من أجل تسلم بقية وبطبيعة الحال نحن سنتابع معكم هذا الملف. لكن الإجراءات الإسرائيلية التي فرضت قبل عدة أيام من إغلاق منبر الحرية، من وضع الحواجز، من
السواتر، كل ذلك يأتي من أجل كسر حالة المعنويات العالية في المحافظة، ولكنهم لن ينجحوا في ذلك. نعم، نشكرك جزيلا محافظ محافظة الخليل كامل حميد، شكرا جزيلا لك ويسعد صباحك دائما. شكرا مرة أخرى، صباح الخير، وإلى فاصل قصير ومن بعده إلى استوديوهاتنا في غزة هذا الصباح. على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال، كتابات أسخيليوس، أول الحب، عشب على حجر، أمهات يقفن على خيط نايل، وخوف الغزاة من الذكريات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. نهاية أيلول، سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها، ساعة الشمس في السجن، غيم يقلد سربا من الكائنات، هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين، وخوف الطغاة من الأغنيات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد، ننتقل إلى استديوهاتنا في غزة، زميلتنا خولة الخالدي، واستكمالا لحديثنا خولة راح تتحدث عن الهبة الشعبية لنصرة المسجد الأقصى المبارك وضد الاستيطان، وهذه المرة من وجهة نظر أهلنا في المحافظات الجنوبية. صباح الخير. صباح الخير خولة. صباح الخير مي وخميس، صباح الخير لكل مشاهدينا الكرام وين ما كانوا بيتابعونا في برنامج فلسطين هذا الصباح. طبعا استكمالا لحديثكم في فلسطين هذا الصباح حول موضوع الآفاق والأبعاد للهبة الشعبية المتضامنة مع المسجد الأقصى، وهذه المرة بنظرة للمحافظات الجنوبية كما تحدثت مي. وأرحب أرحب بضيفي بالاستوديو الأستاذ منصور أبو كريم، كاتب وباحث سياسي. سعد صباحك. خليني سعد صباحك وسعد صباح الشعب. قبل أن نبدأ حوارنا في فلسطين هذا الصباح، هناك تقرير أعدته لنا الزميلة سلوى ياسين، لنتابع هذا التقرير ثم نعود لاستكمال حوارنا، ابقوا معنا. الهبة الجماهيرية واحدة من أشكال المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس، انطلقت في الآونة الأخيرة لمواجهة ظلم الاحتلال الإسرائيلي وعنجهيته وممارساته المنتهكة لحقوق أبناء الشعب الفلسطيني، حيث أقام مركز التخطيط الفلسطيني في غزة ورشة عمل بعنوان آفاق وأبعاد الهبة الجماهيرية لنقاش حول مدى تأثيرها على مسار القضية الفلسطينية. هذه الهبة الجماهيرية من الممكن أن تدعم المكونات الأخرى لعناصر أوراق القوة لدى الجانب الفلسطيني، وهي الاتجاه إلى الأمم المتحدة وإلى الشرعية الدولية والعمل على محاصرة إسرائيل دبلوماسيا وتشجيع المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل، والملف الرئيسي والنهائي الذي يقع عاتقه على القيادة الفلسطينية وأخص بالدرجة الأولى القيادة في غزة، وهو إنهاء ملف الانقسام.
وتأتي هذه الهبة نتيجة للتعنت الإسرائيلي المستمر ووقف المفاوضات وانتهاكات المستمرة من قبل المستوطنين، ناهيك عن الحصار الذي يعيشه قطاع غزة منذ سنوات طويلة تركت آثارا سلبية على جميع المناحي الاقتصادية والحياتية، لكنها لعبت دورا كبيرا في تدهور الاقتصاد الإسرائيلي أثر سلبا على استقرارها. الاقتصاد الفلسطيني يعاني من حالة ركود اقتصادي وتدهور غير مسبوق قبل اندلاع هذه الهبة، معدلات بطالة مرتفعة، زيادة معدلات الفقر، حصار متقع. هناك تأثير آخر، الهبة لها تأثير مباشر على الاقتصاد الإسرائيلي، وربما أشارت تقارير اقتصادية إسرائيلية عن تهويل في حجم هذه الهبة، وهم قاصدين في التهويل. في هناك خسائر في القطاع السياحي تحديدا، منع العمال الفلسطينيين عمال الضفة الغربية من العمل في إسرائيل سيخلق فجوة في الاقتصاد الإسرائيلي وتحديدا في قطاع الإنشاءات. وباعتبار ما يحدث هو أحد أشكال المقاومة المشروعة، كان ضروريا العمل على إيجاد حاضنة فلسطينية قوية تضمن دعم الانتفاضة واستمرارها، مع التأكيد على أهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية وبذل المزيد من الجهود نحو إنهاء الانقسام واستعادة البريق للقضية الفلسطينية في ظل انشغال عربي. هي هبة جماهيرية بحاجة إلى حاضنة فلسطينية قوية تضمن لها الاستمرارية في مواجهة العدو الإسرائيلي، وذلك لن يتحقق إلا بالوحدة الفلسطينية. لبرنامج فلسطين هذا الصباح، سلوى ياسين، غزة. طبعا عدنا لكم مشاهدينا الكرام بعد متابعة هذا التقرير، وأرحب مجددا بضيفي بالاستوديو الأستاذ منصور أبو كريم. يسعد صباحك. أهلا وسهلا، صباحكم جميعا، أهلا وسهلا. يعني في البداية تحدث الكثير حول أسباب هذه الهبة الشعبية لنصرة الأقصى، ولكن يبقى هناك وجهة نظر للسياسيين وللكتاب وللباحثين، يعني أبرز الأسباب التي يمكن أن تكون مهمة في عمل الهبة الشعبية. نعم بالتأكيد، قبل الحديث عن الأسباب والدوافع للهبة الجماهيرية يجب أن ننطلق من فهمنا هل هذه الهبة هي فرصة أم تحدي. إذا كانت تحدي أمام الشعب الفلسطيني بكل مكوناته السياسية والفصائلية يجب أن نقف أمام هذا التحدي، وإذا كانت فرصة يجب أن نعمل استغلال هذه الفرصة بما يدعم الحقوق الوطنية الفلسطينية، وبما يدعم تحسين شروط التفاوض الفلسطيني، وبما يدعم تحقيق تحسين الوضع التفاوضي للمفاوض الفلسطيني، ودعم المطالب ودعم القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني. وإذا كان التحدي يجب أن ننظر كيف يمكن أن نواجه هذا التحدي. أنا بعتقد أن الهبة الجماهيرية هي فرصة أمام الجميع، فرصة أمام القيادة الفلسطينية، فرصة أمام الشعب الفلسطيني، فرصة أمام الفصائل الفلسطينية للتوحد، فرصة أمام الجميع الفلسطيني، الكل الفلسطيني، أن نصيغ برنامج وطني شامل، أن نتفق على الحد الأدنى من برنامج عمل أو استراتيجية عمل تقوم على تفعيل المقاومة الشعبية وتصعيد الاشتباك السياسي في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بهدف الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإذعان نحو القبول بالحقوق الفلسطينية والتخلي عن الأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. بالتأكيد السياسة هي فن ممكن، وهذه فن ممكن يتطلب يفرض علينا أن نحن ننظر إلى ما يمكن أن نستغله وما يمكن تحقيقه من هذه الهبة، وليس الجدل العقيم حول هل هي هبة أم هي انتفاضة، ونبتعد عن كل ما يوتر الساحة الفلسطينية ونصيغ برنامج وطني محدد. بالتأكيد موضوع الأسباب والدوافع، هناك أسباب ودوافع كثيرة لهذه الهبة. هناك الدافع السياسي، وهناك الدافع الديني، وهناك الدافع الاقتصادي والاجتماعي. لا يمكن فصل الدوافع السياسية عن الدوافع الدينية أو الدوافع الاجتماعية. هناك مجموعة من الدوافع اتحدت كلها وتوفرت كلها وانطلقت هذه الهبة. وهناك في معادلة في الحالة الفلسطينية، كلما حدث انسداد في الأفق السياسي، كلما حدث مساس بالمقدسات الإسلامية في القدس،
تأتي الانتفاضة. هذه المعادلة حدثت ثلاث مرات، حدثت في 87 انتفاضة 87 صحيح. عندما أغلق الأفق السياسي بعد خروج منظمة التحرير من بيروت واعتبر الاحتلال الإسرائيلي لمنظمة التحرير انتهت، جاءت انتفاضة الحجارة الشباب انتفاضة الحجارة لكي تعيد الاعتبار إلى القضية الفلسطينية وتعيد الاعتبار إلى الحقوق الوطنية الفلسطينية، وأجبرت إسرائيل التعاطي مع الحقوق الفلسطينية صحيح. والالتزام والاعتراف بمنظمة التحرير والاعتراف والالتزام بقرارات الشرعية الدولية. كمان عندما حدث الانسداد في الأفق السياسي والمساس بالمقدسات الإسلامية في القدس في 2000 بعد زيارة شارون، نتج عنها انتفاضة الأقصى التي جاءت نتيجة للانسداد في الأفق السياسي صحيح. والمساس بالمقدسات. وكذلك هذه المرة تكرر نفس السيناريو وتكرر نفس التجربة، بما يعني أن هناك معادلة في الحالة الفلسطينية عندما يتم تصل الأمور إلى طريق مسدود ويتم المساس بالمقدسات الفلسطينية، يخرج الشعب الفلسطيني لكي يرفض هذا الواقع، لكي يرفض هذا الانقسام، لكي يرفض هذا الاحتلال، ويعلن صوته عاليا ويقول نحن شعب فلسطيني ولنا حقوق سياسية، ويجب على المجتمع الدولي وعلى الحكومة الإسرائيلية والشعب الإسرائيلي الالتزام بهذا الحقوق وليس التعاطي مع الموضوع. هذا الكلام يقودنا إلى سؤال من شقين. السؤال الشق الأول يتحدث بأنه كيف يمكن لهذه الأسباب أو هذه الدوافع تقود الشعب الفلسطيني إلى تحقيق غاية واستغلال الفرصة كما تحدثت، والشق الآخر بأنه أنت تحدثت بنقطة بأنه هبت الشباب للدفاع عن مقدساته للدفاع عن أو للوقوف حول هذه الأزمات التي يتعرض لها باستمرار. ما هو دور الشباب في هذه الهبة الشعبية الحالية؟ بالتأكيد دور الشباب في مسيرة النضال الوطني الفلسطيني لم تبدأ الآن. الشباب الفلسطيني هو قاد مسيرة الكفاح الفلسطيني منذ 1917 بالدليل وبالحقائق. الشباب الفلسطيني في 1932 نظم مؤتمر الشباب الفلسطيني الأول، وفي 1935 نظم مؤتمر الشباب الثاني، وفي 1935 أسس حزب اسمه حزب المؤتمر الشباب برئاسة يعقوب الغصين سنة 1935. فبالتالي الشباب الفلسطيني هو ليس جديد على الحالة الفلسطينية وليس جديد على النضال الوطني الفلسطيني. الشباب الفلسطيني تقدم الصفوف في 1920، تقدم الصفوف في ثورة 1936، وتقدم الصفوف في 65. بداية انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة هي كانت من الشباب، من جيل الشباب، الشهيد ياسر عرفات وزملائه من قيادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في 65، هم كم شباب كانوا مجموعة طلبة في إطار اتحاد طلبة فلسطين. فبالتالي جيل الشباب والشباب الفلسطيني ليس جديد عن الحالة. الجديد عن الحالة هو النزول بالسن. الشباب يعني السن 19 و16 و18 اليوم هو الجديد على الحالة الفلسطينية صحيح. نتيجة للوعي الشباب الفلسطيني والتماس المخاطر. الشاب الفلسطيني التمس مخاطر المساس بالمقدسات الفلسطينية، التمس مخاطر التي تحيط بالقضية الفلسطينية، التمس مخاطر الانقسام، التمس مخاطر الوضع الاقتصادي والاجتماعي اللي بيعاني منه. لذلك الشاب الفلسطيني والشاب والفتاة الفلسطينية تدرك تماما هذه الحالة وتدرك تماما هذه التحديات، ولذلك هي بادرت بالنزول، لذلك صحيح. هي بادرت بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي للدفاع عن كل شيء، للدفاع عن المقدسات، للدفاع عن المشروع الوطني، للدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية. والشباب الفلسطيني ليس جديدا على الحالة الفلسطينية، هم جزء أصيل من الحالة الفلسطينية منذ 1917 وحتى الآن. إذن كيف يمكن أن نستغل هذه الطاقات الشبابية؟ كيف يمكن أن نستغل الهبة الشعبية وتكون فعلا فرصة سانحة لنا كفلسطينيين بأن نحصل على حقوقنا الشرعية؟ بالتأكيد استغلال هذه الحبة يقودنا للتساؤل الأول، هل هي فرصة أم تحدي؟ أنت تحدثت بأنه هي فرصة. كيف يمكن أن نستغلها كفرصة أمام العالم؟ بالتأكيد كيف يمكن نستغلها؟ بالتوافق حول استراتيجية وطنية محددة تقوم على ثلاث عناصر رئيسية. بقاء الهبة، استمرار الهبة الشعبية وبقائها في إطار السلمية بهدف سحب الذراع أمام آلة القتل الإسرائيلية بمزيد من القتل، تصعيد الاشتباك السياسي والقانوني في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الوطني الفلسطيني. كل هذه العوامل وكل هذه والاتفاق على استراتيجية وطنية محددة يمكن أن
تكون داعم رئيسي لاستمرار هذه الهبة الجماهيرية والاستمرار هذه الموجة، أنا أسميها موجة من موجات النضال الوطني الفلسطيني الممتدة من 1917 حتى الآن. جميل. باعتبار أن النضال الفلسطيني هو يأخذ مجموعة من الموجات، كانت هناك موجات قبل قرار التقسيم تمثلت في هبات وتمثلت في ثورات، تمثلت في هبة البراق، تمثلت في هبة 1920، تمثلت في ثورة 1936، وبعد هيك تواصل النضال الوطني الفلسطيني مع انطلاقة حركة تحرير الوطن الفلسطيني وانطلاقة الثورة الفلسطينية وتواصل مع انتفاضة 87 انتفاضة الحجارة، وتواصل النضال موجة جديدة كانت في 2000 مع انتفاضة القدس، وهذه موجة جديدة من موجات النضال الوطني الفلسطيني باعتبار ان النضال الوطني الفلسطيني هو موجات من المد الثوري المتواصل في اطار تحقيق الحقوق الوطنية الفلسطينية، ولا يمكن فصل كل موجة عن اخرى. بالتأكيد لكل موجة هناك أسبابها الخاصة، ولكن في إطار الأسباب العامة وفي إطار المشروع العام هو مشروع الوطن الفلسطيني. جميل. في إحدى النقاط الهامة تحدثت عن استغلال الفرص بالحفاظ على سلمية هذه الهبة الشعبية، هل فعليا من الممكن الحفاظ عليها سلمية وكيف؟ بالتأكيد يجب أن ندرك تماما أن سلمية الانتفاضة هو عامل قوي ومهم لاستمرار هذه الموجة، بمعنى أن استمرار سلمية الهبة الجماهيرية يوفر الدعم الدولي، الرأي العام الدولي يوفر الرأي العام الدولي، يساعدنا على حشر إسرائيل في الزاوية، يساعدنا أن نحن نبقى متوحدين حول هدف موحد. عسكرة الانتفاضة والحديث عن العسكرة لا يمكن الفصل ما بين ما هو الكفاح المسلح والنضال الوطني والنضال السلمي. الكفاح المسلح له مارست القيادة الفلسطينية ومارست الثورة الفلسطينية في فترات محددة، اليوم يجب أن نعطي المجال للنضال السلمي، النضال السلمي اللي بيوحد المجتمع الفلسطيني، النضال السلمي اللي بيجند الرأي العام الدولي والإقليمي مع قضيتنا بهدف سحب الزراعة أمام آلة القتل الإسرائيلية. ولا يمكن إسقاط البندقية من المشروع الوطني، ما زالت البندقية وسيلة من وسائل النضال الوطني الفلسطيني، ولكن كيف ومتى وأين يتم استخدام البندقية هو هذا السؤال الذي يجب أن يكون أمام الجميع. جميل. كان بالأمس ما تحدث به التقرير حول ورشة العمل التي تم إنجازها من أجل الحديث عن أفاق وأبعاد هذه الهبة الشعبية، بالتأكيد كان هناك مناقشة لي كيف يمكن أن يكون هناك ضمانات للحفاظ عليها سلمية، هل من ضمانات؟ بالتأكيد الضمانات يجب أن يكون لدى الفصائل الفلسطينية بالدرجة الأولى استراتيجية للتعامل مع هذه الهبة. ما هي الاستراتيجية الفلسطينية العامة وما هي استراتيجية الفصائل المحددة؟ حركة فتح والسلطة الوطنية ومنظمة التحرير لديها استراتيجية معلنة أن يجب أن تبقى وتستمر هذه الهبة الجماهيرية في إطارها السلمي بهدف الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، بهدف الضغط مزيد من الضغط على الاحتلال. الضمانة الوحيدة هو الاتفاق على استراتيجية محددة، استراتيجية وطنية تقوم على أساس الاشتباك السياسي في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وتوحيد الصف الفلسطيني وإشراك جميع فئات المجتمع الفلسطيني في هذه الهبة. لا يمكن أن يبقى الشباب وحدهم في الميدان، يجب إرسال رسالة، يجب على المرأة والرجل وكافة مكونات الشعب الفلسطيني سواء السياسية أو الفصائلية أو الشعبية، يجب أن تنزل إلى الميدان وتعطي رسالة للشاب الفلسطيني أنه ليس وحده في الميدان. حتى الآن هناك، خلينا نحكي بصراحة، حتى الآن ما زال الشاب الفلسطيني والفتاة الفلسطينية هم وحدهم في الميدان. صح. يجب أن يتم تفعيل المشاركة السياسية، مشاركة الجماهير الفلسطينية بكافة مكوناتها في الحالة هذه بهدف استغلالها وبهدف تطويرها من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي وجعل أكثر كلفة وجعل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية أكثر كلفة، بما يضمن أن الاحتلال الإسرائيلي بكل مكوناته سواء السياسية أو الجماهيرية أن يزعم للحقوق الوطنية الفلسطينية وأن يتخلى عن الأرض الفلسطينية. جميل. وأن يقبل بقبول دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريفة. طبعا شكرا جزيلا لك الأستاذ منصور أبو كريم الكاتب والباحث السياسي، ويسعد صباحك. أكيد يسعد صباح. طبعا بهيك مشاهدينا الكرام بكون وصلنا لختام فقرتنا من فلسطين هذا الصباح باستديوهاتنا من قطاع غزة. هذه عودة لاستديوهاتنا برام الله.
زميلي مايو خميس. يسعد صباحكم من جديد. يسعد صباحك خولة، شكرا جزيلا لك ولضيفك. ومشاهدينا فلسطين هذا الصباح مستمر معكم بمحطات مختلفة بعد فاصل قصير. نغني موطني ونشوف هذه المبادرة، وأكيد السبوت المعني في هذا الموضوع رح نشوفه مباشرة عبر الشاشة. لنغني موطني معا. موطني معنا يوم السبت 6 مساء في القدس، معهد إدوارد سعيد للموسيقى، شارع الزهراء، في رام الله، ميدان الشهيد ياسر عرفات، دوار الساعة، بأريحة مقابل بلدية أريحة، في الخليل بمركز إسعاد الطفولة، في بيت لحم ساحة المهد، في سلفيت عند سارية العلم محلة الشريف، في نابلس ميدان الشهداء، طول كرم دوار جمال عبد الناصر، وبجنين من أمام سينما جنين، في حيفا الحي الألماني مطعم شهرزاد وفيصل، في أم الفحم قمة جبل إسكندر، بعكا سور عكا، وفي الناصرة العين، يافا دوار الساعة، وغزة مركز القطان للطفل. أما في كفر مندا دوار الشهيد رامز بوشناق. الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك، في رباك. يرفع العلم الفلسطيني فقط عندما تغني فلسطين موطني. تابعوا كل التفاصيل واعرفوا الأماكن الأخرى لغناء موطني عبر صفحة موطني على فيسبوك. مجدنا وعهدنا واجب من الوفاء، يهزنا يهزنا. فلسطين تغني موطني. موطني. أهلا بكم من جديد. إذن فلسطين تغني موطني يوم السبت الساعة 6 مساء في أكثر من 70 تجمع داخل فلسطين وخارجها، يجري التحضير لها لهذه الفعالية الكبيرة في هذا الظرف وهذا التوقيت منذ فترة. نطلع هذا الصباح من خلال ضيوفنا كيف تجري الترتيبات والأخيرة في مراحلها الأخيرة، ويفصلنا يعني يوم الجمعة فقط عن هذه الفعالية بتنظيم كبير كما أشرنا في محطات مختلفة. معنا ضيفنا في الاستوديو من منسقي هذه المبادرة ربا المسروجي وسامر طاهر. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيك ربا. يمكن كلمات موطني هي أعمق تعبير عن الحالة اللي بعيشها الشعب الفلسطيني هذه الأيام، وتحديدا منذ بداية شهر أكتوبر. فبالتالي هذا التلاحم ما بين كلمات الأغنية وبين الواقع الذي نعيشه كون هذه الفكرة. احكي لنا أكثر عن الموضوع. صحيح، المزبوط أنه كلمات موطني هي بتحكي عن لسان حال كل فلسطيني الآن. كلنا هل أراك سالما منعما وغانما مكرما، لا نريد ذلنا المؤبدة وعيشنا المنكدة. هو طوق الفلسطيني للحرية. وفي الفقرة الأولى من موطني بتوصف جمال الوطن طبعا وسهوله وإلى آخره. كمان بتحكي عن شعور العربي بالوحدة. موطني نشيد يصلح في المرحلة اللي احنا بنمر فيها، لما يكون الواحد هالقد عنده حنين لوطنه ويطوق للحرية. فيمكن هذا أكثر سبب بخلينا إنه نحب إنه كلنا نقول موطني بصوت واحد من كل العالم، فلسطين وخارجها. لن أسأل عن إنه كيف جت هالمبادرة، لا، إحنا بحاجة لمبادرات من هذا النوع وبحاجة إلها خصوصا في الفترة الحالية، ولكن كيف الترتيب في الفترة الحالية؟ وربما سؤال سامر، كيف الترتيب في الفترة يعني اليوم إحنا اليوم الخميس، الفعالية عند الساعة 6 مساء في من يوم السبت، وتجمعات مختلفة في فلسطين في أماكن مختلفة أبرزها العاصمة المحتلة، وأيضا في دول أخرى تجمعات الناس يعني الجاليات الفلسطينية أينما كانت هم على علم بهذه المبادرة. كيف الترتيب حاليا بصير؟ يعني الترتيب عماله بصير على مدار الساعة. في عنا ما يقارب 200 منسق على مستوى العالم عمالهم بيشتغلوا على المبادرة،
وهون نوجه شكر لكل الناس الداعمين للمبادرة واللي بيعملوا بيشتغلوا فيها بشكل تطوعي. في عندنا داخل فلسطين ما يقارب 100 شاب وصبية، وفي الخارج كمان 100 شاب وصبية، كلهم بيشتغلوا بشكل تطوعي. والنقطة المهمة كمان إنه هدول الناس كلها ما بتعرف بعض، اللي جمع الناس هاي كليتها فكرة النشاط موطني بس. والنشاط عماله بيصير بشكل شعبي وتلقائي وبدون أي تخطيط مسبق، يعني فكرة النشاط كلها بلش الشغل فيها يوم 23/10، والتحضير صار كليته من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، يعني الناس اللي بيشتغلوا كلهم مع بعض، تفاعل عماله بيصير كتير كبير. وهون أنا من خلال الشاشة بدي أوجه شكر للدكتورة ليلى غنام محافظة رام الله والبيرة على الدعم الكبير اللي قدمت لنا إياه كلجنة عمالنا بنشتغل في رام الله، والتسهيلات اللي قدمت لنا إياها. بدي أشكر كمان الأستاذ موسى حديد بلدية رام الله على التحضيرات اللي بدها تصير في رام الله. إحنا بنحكي عن حدث راح يتم نقله من خلال وسائل الإعلام على مستوى العالم. التجمع راح يصير في، إحنا توقعاتنا نوصل ل 80 موقع يوم السبت، لأنه كل يوم عماله بدخل معنا مدن جديدة وبلدات جديدة. مستوى التحضير عماله بصير انه نعكس صورة كتير حلوة ورائعة عن الشعب الفلسطيني. وراح يتم نقل الحدث هذا على اكثر محطة دولية، والتواجد راح يكون في اكثر مكان بنفس الوقت. هذا بحد ذاته فكرة النشاط والوحدة الموجودة حواليه، والرسائل راح توصل من خلال النشاط. يعني زي ما حكت ربا انه موطني، يعني تاريخ الشعب الفلسطيني، تاريخ الأمة العربية، الوحدة العربية. اليوم احنا بنوصل رسالة شعب فلسطين للعالم كليته، وفرضنا النشاط على أجندة الإعلام الدولي بدون، يعني مش في الأساليب التقليدية، بنفرضه كمان بالزخم الشعبي الموجود في كل مواقع التجمع هذه. صحيح. يعني احنا بندعو الناس عبر شاشة تلفزيون فلسطين، كل الناس، كل طلاب المدارس طبعا حافظين هذا النشيد عن ظهر قلب، والكبار الصغار ستات رجال انه يكونوا في اماكن التواجد في اللي اعلنتوا عنها مسبقا في المحافظات المختلفة وفي الداخل الفلسطيني ايضا. صحيح. نعم. يعني انا احب اسال عن القدس، كيف راح يكون الترتيب في القدس كمان؟ الترتيب في القدس مهم كمان. انا حابه احكي انه هو من المبادرات القليله اللي بتجمع كل الفلسطينيين وين ما كانوا تواجدهم، في الضفه، في القدس، في اراضي فلسطين المحتله عام 48، في الشتات، في العالم كله. فالقدس طبعا لها منا الف تحيه جميعنا. الوضع في القدس مش سهل زي الأماكن الأخرى، ولا الترتيب له كان سهل زي الأماكن الأخرى. فتم اختيار هذا المكان اللي هو معهد إدوارد سعيد للموسيقى، لأنه هو أصلا مكان مرخص للغناء، وكان بيقدروا المجموعة أنه ينظموا فيه هذه الفعالية بدون ما يتعرضوا أو حدا يتعرض لأي أذى. فإن شاء الله، يعني بتمنى من جميع وسائل الإعلام أنه يهتموا بالقدس ويصوروا الفعالية بالقدس، لأنه إحنا كتير كتير أخذنا اهتمام في رام الله، وكل وسائل الإعلام اتصلوا فينا، والكل مهتم أنه يصور في رام الله. وأنا بشعر أنه القدس يعني إلها مكانة خاصة، بتمنى أنه بس بتصور هلأ وسائل التواصل الاجتماعي كتير سهلت وصول الإعلانات أو الفعاليات. يعني هنسن كل الشباب والشابات عندهم حسابات على فيسبوك، على تويتر وغيره، ومن سهل جدا أن توصلهم مثل هذه الدعوة وأنه يتفاعلوا معها. وحسب ما عرفت أنه الموقع زاروا عدد كبير من الشباب والشابات والمغتربين، وبالتالي هذا سهل عليكم وجود 70 مكان مختلف، وسهل وصول الرسالة إلى الأشخاص المفروض يكونوا حاضرين ويغنوا موطني. صحيح؟ مضبوط. يعني الأعمال بصير على صفحة موطني على فيسبوك اللي تم إنشائها، نحكي يعني خلال الأيام الماضية، يعني بسبب الإقبال الموجود على المشاركة في هاي. اليوم صفحة موطن هي نافذة للكل، أنه بيقدر يطلع على التحديثات اللي بتصير كل يوم. عماله بنزل عنا تصاميم، كل المواد اللي موجودة بصفحة موطن هي مبادرات شعبية وشبابية. الناس لحالها صارت تصور فيديوهات تبعتها صفحة موطني وتنزل. وهون كمان يعني فيديوهات كتير رائعة اللي ما بيقدر يكون موجود بالمكان المخصص في أي مكان، إنه يسجل على فيديو، يسجل لعائلته، لأولاده، لطفله، لطفلته، ينشر على اليوتيوب، على الفيسبوك. صحيح. على تويتر. تالي الرسالة بتوصل. على كل هذه كانت هي فكرة أصلا المبادرة. كانت الفكرة إنه كل شخص يغني موطني وين ما هو موجود، في شغله، في الشارع، في الحديقة، وينشرها. بس في ناس شعروا إنه إحنا حابين نغني سوا، وبدوا ينسخوا لفعاليات كبيرة غير نمطية وشعبية وغير منسقة. يعني إحنا بالنسبة إلنا زي ما قال سامر، الناس كلها اللي عمالها بتشتغل، هاي العشرات والمئات اللي عمالهم بيشتغلوا ما بيعرفوا بعض،
فهو كله اصلا حتى الفعاليات الكبيره هي اصلا فعاليات مش تقليديه زي ما احنا متعودين. بس في نقطه حابه اذكرها سامر، انه كثير من الناس بتفاعلوا عبر المواقع الالكترونيه، ولكن لما يجي الموضوع على ارض الواقع بنشوف الاعداد قليله نسبيا، وهذا جربناه في كثير احداث وكثير فعاليات. في مخاوف من هذا الموضوع؟ المخاوف موجوده، بس احنا اللي عمالنا بنشوفه من خلال التفاعل على صفحه الفيسبوك والتنسيق مع المؤسسات والناس اللي بنحكى معهم عماله في كل اتجاهات البلد، الكل بأيد الفكرة وفي إقبال وفي مدى مشاركة. يعني التحضيرات اللي عمالها بتصير في المدارس اليوم احنا عمالها بتوصلنا، هاي المدارس كلها راح تكون موجودة في الميادين تشارك. التخوف دائما موجود، بس احنا في عنا إيمان بشعبنا انه اول شيء كون النشاط وحدوي، نشاط بيعكس صورة شعب فلسطين، الكل راح يشارك. النشاط مش تابع لا لمؤسسة ولا لفصيل ولا لتنظيم معين انه يجوا الناس اللي معنيين فيه، لا هو هذا نشاط ينجحوا فلسطيني، ينجح لفلسطين بشكل عام. وعلى ذكر الوحدوي فقط الإشارة كمان زي ما شفنا في الاسبوت اللي هو العلم الفلسطيني فقط يرفع في هذا النشاط او هذه الفعالية، مع احترامنا لكل الرايات طبعًا والاعلام طبعًا اللي ترفع الفصائل وما الى ذلك، ولكن احنا بنركز فقط انه العلم الفلسطيني هو العلم الوحيد الذي سيرفع خلال هذا النشاط. صحيح، وانا برايي انه النشاط الأعداد اللي موجودة الآن على الفيسبوك اللي هي خلال 9 أيام على الصفحة في 11,000 إعجاب، وعلى الإيفنت في 65,000 دعوة، أنا برأيي إنه النشاط نجح أصلا، يعني بغض النظر شو كانت أشكال التجمعات ومين بيقدر يوصل ومين ما بيقدر يوصل. تمام. لأنه الناس فعلا بتحب توصل لو بتقدر، وما بنلوم حدا إذا ما وصل. اللي صار هو يعني خلينا نقول ثورة إلكترونية بصراحة بفترة كتير كتير وجيزة، وأنا بعتبرها أصلا نجحت. كيف شكل النشاط رح يكون؟ يعني رح يتجمعوا الناس وبلش يغنوا موطني، ولا حيكون في فرقة تعزف؟ يعني مش متصورة كيف بالضبط رح يكون الحدث. إذا ممكن تقربي لي الصورة وللمشاهدين اللي حابين يروحوا ويعرفوا إيش ممكن يصير بالضبط. هو لأول مرة كلنا وحتى احنا اللي نظمنا رح نروح واحنا مش عارفين شو شكل الحدث. أوكي. زي ما قلنا هو جدا غير نمطي وجدا اشي غير، يعني مش زي اللي احنا متعودين عليه ابدا. يعني ممكن يعني في رح يكون في شاشات في منطقتنا. هلا كل منطقه في العالم عامله اشي مختلف تماما. في ناس رح يجيبوا ناس يعملوا كلمات، في ناس مش كلمات، في ناس رح يغنوا اغاني اخرى، في ناس رح يغنوا النشيد الوطني. يعني ما في اي شروط لهي الفعاليه هالقد تلقائيه وهالقد كمان مرة شعبية وغير نمطية. في ناس رح تيجي مع آلاتها، في ناس رح تجتمع مجموعات وتعزف. يعني سمعنا عن كتير أفكار، في ناس رح يحملوا شمع، في ناس لا، في ناس رح يجيبوا بلالين، في ناس لا بغض النظر. فما في شكل الإشي الوحيد يمكن المشترك بجوز إحنا في رام الله رح نبث بعض الفيديوهات عن الناس اللي غنوا موطني، وفي فيلم رح يطلع برضو قريبا عن لقطات من كل العالم ناس بتحكي الهاشتاج تاعنا اللي هو اللي نغني موطني معا. أخذت بالحسبان أكيد الأوضاع الجوية السائدة إنه الأماكن كلها هي عبارة عن ساحات، باستثناء يمكن القدس إنه قاعة مغلقة، لكن الأوضاع الجوية ممكن يكون مطر، فبالتالي أخذت احتياطات. هذه على فكرة نقطة كثير كثير مهمة ومنيح اللي ذكرتنا فيها. أنتوا ناسينها. لأنه لا إحنا متذكرينها بس لازم نحكي فيها، إنه معظم في دول كثير من العالم راح يوقفوا تحت الشتاء. فكثير مشكلة إنه إحنا نقول لهم إحنا عشان شتاء مش رح نطلع. إحنا أبدا ناس نطلع، يعني لو تلج لازم نطلع وبدنا نتحمل. وبالعكس إذا الدنيا شتاء رح يكون أعمق المعنى، كتير أعمق. لأنه إحنا واقفين أول إشي مع حالنا، ما بننادي الناس إنه تعالوا وقفوا معنا. إحنا واقفين مع حالنا بغض النظر شو الظروف، احنا بنحمل شماسه وبنطلع ما في مشكله. بالنسبه للاطفال يعني انتم حابين الاطفال يكونوا موجودين في شيء معين بالنسبه لهم حتى نشجعهم اكثر؟ ترتيبات بالضبط. يعني طبيعة النشاط أول شيء ما كانش في نحكي دعوات رسمية لمؤسسات أو موضوع الـ VIP، يعني لا مشاركة شعبية، بس احنا الدعوة موجهة لكل فئات المجتمع سواء أطفال كبار في السن. حتى في على صفحة الفيسبوك مثلا بنوجه لهم كل تحية لمدرسة الكفات في البيرة، بيعملوا تدريبات لغناء موطني وراح يكونوا موجودين. المشاركة راح تكون كل أطياف المجتمع الفلسطيني. يعني احنا توجهنا للجميع وخطبنا للجميع. الموضوع صفحة الفيسبوك ساعدنا كثير انه نوصل للكل، انه الكل عماله بيعمل دعوات وبعمم نشاط لكل المناطق. نتوقع المشاركة تكون كل اطياف المجتمع الفلسطيني بدون زي ما بيحكوها تحزب، وشي كليتنا تحت راية علم فلسطين بنوصل رسالتنا للعالم بشكل حضاري وبنعكس صورة كثير حلوة عن الشعب الفلسطيني. كثير حلو، وان شاء الله يعني ان شاء الله وسع مشاركة دعمكم ومشاركة كل المجتمع الفلسطيني بكون شيء كثير مرتب.
أنا صرت مجهز على كل حال، بس على مسؤولية مي هي تكون مداومة إنه تذكر بالفعالية عند الساعة 6 مساء. إجاك. هذا تعب. شكرا جزيلا لكم. شكرا. سامر طاهر وربا مسروج، يسعد صباحكم. شكرا. إن شاء الله احنا نكون أول حاضرين. إن شاء الله. شكرا. إن شاء الله. إن شاء الله يسعد صباحكم. إذا من موطني إلى زينة عبد الصمد، ولكن نروح لفاصل في البداية. موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباه في رباه والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواه هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ السماء تبلغ السماء أكبر صباحكم مشاهدينا من جديد. زميلتنا زينة عبد الصمد يعني صارت جاهزة معنا، ونلافت خميس المنظر الفيو اللي خلف زينة. سعد صباحك زينة. صباح الخير لإلك ولكل المشاهدين والزملاء برام الله. صباح الخير زينة، أنت موجودة عند الكورنيش البحري لبيروت، ولكن رح تتحدثي عن الموضوع اللي احنا عايشينه في فلسطين، الأحداث والهبة الجماهيرية، وكيف بتتابعها أوروبا والمجتمع الدولي. صحيح، بالحقيقة نحن موجودين على الكورنيش البحري حد البحر يلي هيك من بعيد هو حلو بيجلب الفرح، إنما بالنسبة لنا بذكرنا بكتير من همومنا أوجاعنا مآسينا، وخاصة بمخيمات لبنان، هيدي المخيمات يلي عم تنزف شبابها عبر الهجرة غير الشرعية على أوروبا، أوروبا يلي عم يوصل لوقع ما يحصل في فلسطين، الجالية الفلسطينية بأوروبا كيف عم تتعامل مع ما يحصل بفلسطين، الدعاية الإسرائيلية قدي عم بتكون حاضرة وقوية بأوروبا، رح يكون كل هيدي النقاط هي محور حديثنا ولقائنا مع الكاتبة والأديبة حنان بكير يلي جيتنا من النرويج. أهلا وسهلا فيك والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الله يحفظك. كيف ملاقية هيك جو بيروت كمان مثل ما هو بالنسبة لنا هيك شوي حزين؟ هو جو بيروت الحقيقة حزين، لكن بالنسبة لنا يعني حزين ممزوج بالحنين، يعني في المنافي منحن لبحر بيروت مثل ما منحن لبحر فلسطين. كنا عم نحكي عن الأحداث اللي عم بتصير بالداخل والاعتداءات الإسرائيلية، شو عم يوصل للجالية الفلسطينية بأوروبا؟ أي صورة عم توصلكن لهونيك؟ ولا هي الصورة يعني موحدة بكل العالم بسبب بتعرفي شبكات التواصل الاجتماعي هالتطور التكنولوجي، نفس الصور هي بتوصل توصلكن بتوصلنا إلنا كمان، لكن يمكن إحنا هناك منكون شوي أكتر على تماس شخصيا مع مشاكل اللاجئين سواء كانوا فلسطينيين أو سوريين أو عراقيين. الحقيقة هو الوضع محزن، الوضع مقلق سواء بالنسبة لأوروبا أو بالنسبة للاجئين، إنه بعد ما يرتاحوا شوي من موضوع الرحلات السندبادية عبر البحار وعبر الصحارى، انه بيوصلوا هناك بتصيب صدمة، انه صحيح احنا ما بنقدر نربي اولادنا عزوقنا، صحيح الدولة بتتدخل بتربية اولادنا، طيب ليش انا فرقوني عن مرتي؟ طيب
يعني هاي التساؤلات اللي وجودية بالنسبة إلن هناك، لأن هاي راح تكون نمط حياة يعني قد تستمر للأبد معاهن إنه ما يرجعوا. احنا بنكون عائلات هون. طيب الحديث معك طبعا نقاط وأسئلة كتير، إذا كنا بدنا هيك نرتب شوي مواضيعنا بما يتعلق بالصورة يلي بتنقلها إسرائيل، الدعاية الإسرائيلية، قدي ذكرت مواقع التواصل الاجتماعي، قدي مواقع التواصل الاجتماعي عم بيكون لها دور بكسر هيدي الدعاية الإسرائيلية، نقل الفيديوز الصور يلي عم بتكون حقيقية، قدي هيك عم بتواجهوا يمكن من خلال مواقع التواصل الاجتماعي هيدي الصورة، وشو بعد ناقصنا لحتى نكون أكثر على بمواجهة هيدي الدعاية الإسرائيلية؟ هلأ طبعا الدعاية الإسرائيلية أو نقول الصهيونية ناشطة وقوية بعكس نشاطنا. ليه؟ لأنه أولا هناك أصدقاء، خلينا نقول أصدقاء إسرائيل، بتخاطبوا بلغة المجتمعات اللي هن عايشين فيها، بالنرويج باللغة النرويجية، بالدنمارك باللغة الدنماركية إلى آخره، لكن إحنا بنيجي بدنا نكتب بالعربي. طب العربي إحنا عم نكتبه لبعضنا، شو الفائدة؟ إحنا مش محتاجين أوضح لك وتوضحي لي اللي صاير، إحنا عارفينه. إحنا بدنا نخاطب الطرف الآخر، فما بتلاقي مثلا كتابات باللغة النرويجية كوني بعيش هناك عن الوضع أو عن الرد، أي بالضبط إنه الرد على أصدقاء إسرائيل هناك. وطبعا يعني في ازدواجية بالمعايير عند الغرب، وطبعا احنا بنميز الغرب بإداراته السياسية وبين الغرب اللي المجتمع المدني بمؤسساته الإنسانية والثقافية والاجتماعية. وبتقديري أنه النرويجيين عم بيقوموا بدعاية أكتر مننا، أنه مثلا النرويجيين عم بنظموا رحلات لفلسطين، هاي الرحلات لفلسطين عم تنعش الاقتصاد الفلسطيني وعم تعمل تواصل مع أهلنا في الداخل، بينما احنا يعني كعرب او كفلسطينيين مقصرين بهاي الناحيه، انه الكل يملك مثلا جوازات سفر نرويجيه، طب ليه ما بيزوروا فلسطين؟ للانعاش الاقتصادي، للتعرف على اراضيهم، لان احنا جيلنا كله من جيلي وبالنازل ما بيعرفوا فلسطين. فلسطين هي وطن في الذاكره والوجدان، بس خلينا نشوفه حقيقه، خلينا نجيب شاهد حقيقي على انه الارض موجوده مش فانتازيا. طيب بهذا الاطار قد ايه لازم يكون يمكن او الحاجه لانه يكون هيدا العمل منظم، يعني تكون في جهه معينه راعيه هيدا التوجه اللي عم تذكريه حضرتك؟ هلا هو يعني وجود هذا يعني بقودنا كمان لنحو نقطه مهمه، انه ما نجحنا كجاليه فلسطينيه او جاليات عربيه انه نوحد حالنا، انه نشكل قوه على الاقل قوه ثقافيه اجتماعيه تنسجم مع المجتمع الجديد وتتعاطى معه، لاني انا ما بقدر اثر على مجتمع انا موجوده فيه اذا انا بالاساس رفضته وما يعني رافضه ثقافته مش مندمجه معه، فما بقدر اكسبهن. طيب عم نشوف مثل ما ذكرنا ببداية لقائنا عن الهجرة غير الشرعية، عن المئات والألاف يلي صاروا هلأ بأوروبا، كيف عم بيكون وضع هودي اللاجئين بأوروبا؟ هيدا بلد الأحلام بالنسبة لألن، عم بيكون هونيك تحقق حلمهم أو عم يصطدموا بواقع تاني؟ هذا كمان حسب التصور المسبق لدى المهاجر. هلأ في مهاجرين مثلا مهاجر بيقول أعطاني بطاقة وبقول لي بس دليني كيف بدي أسحب فيها مصاري، قلت له هاي مش لسحب الفلوس، هاي إنك أنت طالب لجوء وإنه وجودك شرعي، إذا بالطريق التقيت بشرطي أو بأمن. قال لي لا أنا برفض هيك، لأنه قالوا لنا البطاقة اللي بيعطونا هي بس نحطها بمكنة على الطريق بتنزلنا مصاري قد ما بدنا. بيجي واحد بيقول لك لا احنا مش على هالاساس اجينا، يعني وكأن الدول هديك هي دعتن. انا كان عندي بيت كبير وعندي خدامي وما برضى باقل من هيك.
بوقت انه لا الملك ولا رئيس الوزراء عندن خدم، هاي نظام مش موجود عندن. هلا هني التعامل الحقيقه في تشويه للتعامل. هلا دول العبور ما عندي فكره عنها، لكن شفنا تعامل غير انساني، لكن بنقدر نفهم مخاوفهم. لكن في دول مثلا في النرويج عملت شوي ببعض مراكز الإيواء. طيب كل واحد عنده غرفة، غرفة نوم، في قاعة كبيرة، طاولة وكراسي، هاي مثل كافيتيريا بتقدم الوجبات، فطور غدا عشاء. الأطفال بتقدم لهم الألعاب والعربيات وكل لوازم الأطفال. في عناية، اللي الطبيب بزورن، اللي محتاج مستشفى بينقلوه على مستشفى. وفوق هذا وكله إنه بياخدوا، كل واحد بيحصل على 3000 كرونر مصروف جيبي. بحكم وجودنا بلبنان هيك واستفدنا منك طبعا من هيدي المعلومات، بس حضرتك كمان من مخيمات، جزء من تركيبه مخيمات لبنان قبل عكا وقبل فلسطين، ونحن هيك بحر بيروت بيقودنا لبحر عكا. بتشعري انه مخيمات لبنان يلي عم تنزف شباب في خطر على مستقبل هيدي المخيمات هيك بالتركيبه الديموغرافيه لها؟ بنشوف في نزوح سوري بقلب المخيمات من جنسيات اخرى، بتخافي على مخيمات لبنان؟ طبعا في مخاوف من هجرة الشباب، والصعوبة انك ما بتقدر تقولي له للشاب ما تهاجر، بقول لك اعطيني البديل. صح. طب ايش البديل؟ صح. ما فيك تقدمي بديل، فانت لا بتقدري توقفي بوجه هجرتن ولا بتقدري تقولي لهم اصمدوا. الوضع كتير صعب خصوصا بلبنان، ممنوع العمل، يعني في حرمان من ابسط حقوق كبشر الفلسطينيين. مخيمات الفلسطينيين وانت اكيد بتعرفي انه يعني حتى احيانا الحيوانات بتأنف انها تعيش هيك حياه، بس انه ما في امان من غير الهجره. شباب كله حيوية وفي طاقة، هالطاقة مش عم بنفسها لا بعمل لا بجهد لا بتأسيس عالي، فشيء طبيعي انه يهاجر وما بتقدر تقولي له ما تهاجر. وبنفس الوقت عم يكونوا يمكن طعم للأسماك بالبحر. طبعا يعني هاد من ما هي كلها مؤامرة بالحياة، مثل لعبة قمار، يا بيخسر يا بيربح. اللي بيموت، اللي بيروح هناك بتعذب. وكمان انه لما بتكون الناس من بيئات ثقافيه متواضعه صعب تندمج بالمجتمع الغربي، بيلاقوا صعوبه فيها. طيب يعني ذكرنا عن الوضع بالداخل، وضع صعب، بنشوف الاعتداءات والانتهاكات والجرائم الإسرائيلية، ذكرنا مخيمات لبنان وضع صعب، يلي على الطريق عم يستشهدوا بالبحار، يلي عم يوصل وضع صعب، هل قدر الفلسطيني أن يبقى يتألم؟ حتى الآن هذا تاريخنا كله حزين، حتى الآن يعني من أبائنا لإلنا لأولادنا لأحفادنا تاريخنا حزين. يعني هاي يمكن بس ربنا بيعرف لأمتى النهاية راح تكون، لكن أنا متفائلة إنه راح تنتهي عذابات شعبنا. ورغم كل هالخراب اللي عم بحيط فينا، أنا شايفة مستقبل مشرق لفلسطين برغم كل شيء. شو هي عوامل الفرح اللي بتخليك تشوفي هيك؟ عكا، تمسكك بأرضك؟ طبعا. هلا قلنا عكا ابتسمت. شوفي، تمسك الفلسطيني بأرضه هذا شيء رائع. يعني حتى أنا برأيي المقاومة هلا الأكبر هي عم بتكون بفلسطين 48 وفلسطين 67، هي فلسطين وحدة، لكن آسفين لأنه نورد هاي التسمية. إنه بال 67 شفتي قرابين دم يوميا تقدم، وبشجاعة وببطولة، ويمكن بترعب العدو لأنه عدوك عم بيهددك بالموت. طب أنت جاي تموتي، انت مش فرقانه، مش خايفه من الموت، ما عاد يبتزك بموضوع الموت ولا عم بيقدر يبتزك بتدمير بيتك وبتشريد عيلتك. بالنسبه لل 48
انه النشاطات اللي عم بواكبها رائعة جدا، انه تدوين الذاكرة، زيارة القرى المدمرة، الجمعيات الثقافية والأدبية والاجتماعية، ما هذا هي مقاومة حضارية عم بيقوم فيها شعبنا، فهي كلها يعني بتفرجيني الضوء بآخر النفق، انه احنا مصرين واحنا راح ننجز مشروعنا الوطني من دولة فلسطينية لحق عودة للقدس. مع هيدا الضوية اللي حكيتي لنا عنه نحن رح نختم لقائنا معك الكاتبة والأديبة حنان بكير، شكرا لحضورك وان شاء الله هيك تكون إقامة حلوة ببيروت وتطولي أكثر علينا تبقي هون ان شاء الله. اكيد وحبي لفلسطين واهل فلسطين كمان. بيوصل لهم صوتك. مشاهدينا فقرتنا من بيروت خلصت، كنا على الكورنيش البحري، عودة لاستديوهاتنا برام الله. شكرا جزيلا لزينة عبد الصمد مراسلة تلفزيون فلسطين، هذا الصباح كانت من بيروت وهذه الإطلالة الجميلة من على شاطئ البحر هناك. إطلالة صباحية مميزة كانت مع زينة. من زينة إلى موضوع آخر وأغذية الشتاء، نروح لفاصل أول، فاصل قصير ونعود. علمك فوق يا بلاد من عروقي ودمي الحروف، بدنا نلعب بدنا نعيش بدنا العالم كله يشوف. ارفع علمك فوق يا بلاد من عروقي ودمي الحروف، بدنا نلعب بدنا نعيش بدنا العالم كله يشوف. بدنا نلعب بدنا نعيش بدنا العالم كله يشوف، حق فلسطين بسلام عيش من غير عنف حصار وخوف. ايوه كده يا راجل، مش ممكن. على دلعونا وعلى دلعونا واحنا بنحب اللي بيحبونا، على دلعونا وعلى دلعونا واحنا بنحب اللي بيحبونا، على دلعونا وعلى دلعونا واحنا بنحب اللي بيحبونا. هلا وحي الله باللي اجونا، والله بطلتكن كحل عيونا. يا زريف الطول وكاس العالم جاي، في غزتنا الخير عايديهم جاي، يحطولوا كاس العالم جاي، في غزتنا الخير عايديهم جاي، يا زارف الطول وكاس العالم جاي، في غزتنا الخير عايديهم جاي، يا زارف الطول وكاس العالم جاي، في غزتنا الخير عايديهم جاي، 15 ضيف رحبوا. أكيد لازم نتمنى التوفيق للفدائي في مبارياته القادمة سواء مع المنتخب السعودي الشقيق أو منتخب ماليزيا. ومنكون مع محطتنا الأخيرة غذاء الشتاء، الصيف له غذاء والشتاء له أغذية مختلفة تماما، المفروض تحافظ على درجة حرارتنا يعني شوي تساعدنا في ظل انخفاض درجات الحرارة. أكيد الكل يبحث عن السعرات الحرارية في فصل الشتاء. رشا شواورة أخصائية التغذية، صباح الخير. يسعد صباحك، هلا. آخر مرة كنت معنا يوم جبتي التين. معكم يوم التين بس عملت معمونة عن اللحمة فترة العيد. أيوة. اللحمة. من عيد الأضحى يعني. عيد الأضحى. كنت معنا. طيب هلا بلش الشتاء. بلش الشتاء. الجميع بدور على السعرات الحرارية والطاقة. نشوف إيش هي المأكولات اللي يعني الأنسب لفصل الشتاء. مزبوط، يعني هلأ فصل الشتاء وبمجرد أنه لسه نزل المنخفض يعني قبل كم يوم بلشت الناس تتجه أكلات الشتاء، وأصلا عندنا السوق يعني بيزخر هلأ بأكلات الشتاء وخضروات الشتاء وحتى فواكه الشتاء. وإحنا بنعرف أنه كل فصل سبحان الله يعني له نوع أكلات معينة هيك مميزة لإله، والشتاء برضو نفس الفكرة. هلأ لو بلشنا نحكي شوي عن أكلات الشتاء اللي راح تعطينا الشعور بالدفى، راح تعطينا
السعرات الحرارية اللي بيحتاجها الجسم لحتى أنه يحافظ على درجات الحرارة المناسبة له في ظل انخفاض طبعا درجات الحرارة العامة اللي بتكون خلال أيام الشتاء. بدنا ننتبه لنظامنا الغذائي قد ما بنقدر. هلأ أول شغلة حابب نبلش فيها هي من الشوربات اللي عم تنعرض يعني فعليا. الشوربات يعني هلأ الأغلب بيتجه لشوربة العدس أو ممكن شوربة الفريكة أو حتى يعني في طبخات معينة مثلا الفاصوليا أو حتى المفتول. يعني هاي الأغذية فعليا بتتشارك بمجموعة عناصر والمميز بيناتها هي توفر البروتين بكميات كتير منيحة. هلأ البروتين احنا كتير بنحتاجه خلال أيام الشتاء لأنه فعليا مدة هضمه وامتصاصه بتم لمدة طويلة إلى حد ما في الجسم، فبيعطينا شعور بالشبع لمدة طويلة. فهون إنه شعور بالشبع وكل شوي إنه بدنا ننقر الشغلة، هذا شوي بتنحد هاي الحاسة إذا كنا مدخلين البروتين بنظام البروتين النباتي. البروتين النباتي طبعا بيكون التركيز عليه. وفعليا حاليا التوجهات بتحكي إنه نروح على البروتين النباتي أو نستهلك يكون استهلاكنا من البروتين النباتي أكتر شوي من الحيواني، على أساس إنه استهلاك البروتين الحيواني المندرج مع أو المترافق الموجود باللحمة خصوصا اللحوم الحمراء بيكون يعني إنه بيرافقها مشاكل صحية تانية. مثلا إحنا العدس ممكن ناكله بدون أي نوع من أنواع اللحوم أو البروتينات، بس عندنا مثلا أنواع أخرى من البقوليات يعني إحنا متعودين في مطبخنا الفلسطيني تكون مع نوع من أنواع اللحمة أو الدجاج، فبالتالي هذا في مشكلة فيه؟ لا ما بيكون في عندي المشكلة، لأنه فعليا مشكلة البروتين النباتي إنه هو مش كامل. فإحنا إضافة مثلا قطعة لحمة أو قطعة دجاج أو حتى الأسماك هي بروتينات كاملة. في عندنا كمان الموجود في البقول وفي الحبوب البروتينات، إحنا إضافة مثلا الفاصوليا مع الرز أو العدس مع الرز أو هاي المجموعة بتغطي بعض، أو حتى الخبز كمان بيكملوا بعض، ففعليا ما في عندنا مشكلة وبناخذ وجبة متكاملة. كل الشباب بس يعني الموجودين معنا بالبرنامج متفاعلين مع الموضوع الموضوع اكل وشوي الصور كمان فتحت نفسنا على اساس الصور. بسالوا امتى المنسف ممكن؟ المنسف نضال وسمية هم السؤال. المنسف ممكن ناكله، بس منسف انا بفضل انه يكون استهلاكنا قليل منه، لانه فعليا دسم كميات كثير كبيره. يعني احنا عم نحكي عن انه بالاغلب بتنضاف له الدهون المشبعه، يعني عم نحكي عن السمنه وعن هاي النوع من أنواع الدهون. إحنا بدنا نحاول إنه نخففها إنه استخدام الزيوت النباتية. كمان اللحوم يعني بفضل إنه بدل لحم الخروف مثلا يصير الاتجاه على لحم العجل أخف شوي. هذا في المنسف ممنوع إذا سمحت تصير تحكي مع كبيرة يعني منسف يعني كل إشي له أصوله بس نخفف. فعشان هيك نحد من الكميات ما تكون يعني فعليا إنه أكتر من مرة أو مدة متقاربة أو فترات متقاربة. وكمان بدنا ننتبه على النظام الكامل. يعني مثلا ناكل منسف أوكي مش ممنوع، بس مثلا يكون في عندي استهلاك كافي من الخضار من الفواكه، في عندي حركة خصوصا مع الشتاء أغلب الناس إنه بتنضب مش هالحركة الكتير كبيرة. وأغلب الناس عندهم فكرة للأسف مغلوطة إنه راح يصير في زيادة وزن وما في حركة، وهي إحنا بالعكس ممكن إنه نستغل فصل الشتاء بالرغم من إنه في كتير مميزات وفي كتير يعني أنواع من الأغذية واللي فعليا إلى حد ما تعتبر عالية بالسعرات الحرارية، ولكن الكميات بدنا ندور على النوع والكم إنه ما يكون زيادة لحتى إنه ما يصير في عنا زيادات بالوزن. ولأنه الدراسات الجديدة عم تحكي بما إنه الجسم عم بده يستخدم طاقة أكتر لحتى يدفي حاله، هون إحنا ممكن نستغله لتخفيف الوزن مش يصير في عنا زيادة وزن. وبدنا كمان إنه نتحرك، يعني فعليا إنه شغلة إنه شتاء بدي أضلني قاعد. رح نيجي للحركة رشا، ولكن بالشتاء لاحظ انه قابليتنا للطعام اكثر بكثير من فصل الصيف، حتى نوعيه الاغذيه يعني مثلا اللبن اللي ذكروه في المنسف اكثر نتناوله من فصل الشتاء سواء مع المنسف او مع اطباق اخرى. حتى البروتينات اللي ممكن نتناولها بالشتاء اكثر من الصيف، وحتى لما تحدثنا عن البقوليات اللي هي العدس والفاصوليا حتى بنحسها ادسم واثقل. يعني مزبوط، لانه شو المشترك بيناتهم هو نسبه البروتين. يعني اللبن فيه بروتين، اللحوم فيها بروتين، البقوليات وفعليا البروتين
السكين زي ما حكيت بالأول هو بتمه بالمعدة مدة طويلة، يعني بيعطينا الشعور بالشبع لمدة طويلة، فهذا الإشي اللي إحنا بنحتاجه. بس إنه شغلة الشهية أو بنحس إنه شهيتنا شوي مفتوحة، لأنه فعليا إحنا عم بنلاحظ يعني إنه النهار بصير قصير شوي، فمدة الليل بتكون طويلة، والأغلب إنه بيقعد بالبيت فترة الليل، فإنه بصفي إنه عم نتفشش بالأكل أو عم نتسلى بالأكل للأسف، تحت شعار التسلية بالضبط، إنه عم نتسلى مش لأنه مثلا لازم ناكل، أو إنه مثلا جسم بيصير بده طاقة كتير بفصل الشتاء بتختلف عن فصل الصيف. هو فعليا إذا بدنا نزيد بدنا نزيد كميات كتير كتير قليلة، يعني فعليا عم نحكي عن كم سعر حراري، مش على الكميات اللي عم نحكي عنها، يعني ما نبالغ بالموضوع إنه والله بحاجة لسعرات حرارية كبيرة، في حالة من هذا الموضوع طبيعي، ولازم يكون في عندي اعتدال دائما الميزان، نحافظ على توازنه قدر. إيش بالنسبة للمشروبات المختلفة؟ المشروبات الساخنة هي واحد من أصدقائنا خلال يعني فصل الشتاء، صح. عم نحكي عن المشروبات القرفة، عن الزنجبيل، الشاي، البابونج، الزهورات يعني الأعشاب، كمان في عنا السحلب، هو واحد من الأكلات أو المشروبات اللي شوي أو التسالي فينا نحكي اللي بتتميز فيها كمان أيام الشتاء. هون إنه بنقدر ناخدهم، بس أنا بفضل حتى نضل بالميزان اللي حكينا عنه بمستوى السعرات، أول شيء إنه نتحكم بكمية السكر، يعني مثلا كثير عندنا المشروبات ما في داعي نضيف لها السكر، يعني المشروبات العشبيه هون انا ما بفضل اضافه، او نتعود على الطعم الطبيعي للمشروب ما يكون هي تعويد بالضبط. السحلب عرضت صورته قبل شوي، السحلب كمان انه عالي بالقيمه الغذائيه، وممكن انه يكون عندنا خيار جدا ملائم لايام الشتاء خصوصا ايام البرد، لانه رح يرفع درجه الحراره وبالتالي ساعدنا على التدفئه، بس حتى نتحكم برضه بالسعرات الحراريه موجودة فيه، ممكن انه نستبدل الحليب الكامل الدسم بالحليب قليل الدسم، يعني بدل 3% يصير 1-1.5%، هون فعليا بالكاس الوحدة احنا بنكون خففنا 50 سعر حراري بس بتغيير نوع الحليب. كمان كمية السكر ما في داعي انه تكون كميات كتير مضافة، ممكن كمان في فكرة حلوة انه كتير من الناس ممكن انه يضيفوا القرفة للسحلب، القرفة فعليا بتعطي الطعم الحلو، فبالتالي انه ممكن انه استعيد عنها او استعيد بالسكر او استبدل السكر بالقرفة رح تعطيني الطعم الحلو، وفعليا مثبت انه القرفة هي من الاغذية اللي بتدفي الجسم، ترفع درجة حرارة الجسم، فهون انه يكون عندنا خيار جدا ملائم، بس برضو تضل الكمية بين عيوننا، ما في داعي انه نروح على استهلاك كميات كتير كبيرة. كمان في تسالي حاب احكي عنها بوقت الشتاء، في عنا البطاطا الحلوة والكستنة، هاي لازم انها تكون باغلب سهراتنا بايام الشتاء، وفعليا رح نحكي عن القيمة الغذائية اللي كتير كبيرة لإلها. يعني عم نحكي عن الكستنة فيها كمية طاقة كتير منيحة، برضو غنية بالفوسفور في البوتاسيوم، وتعتبر إلى حد ما من أنواع المكسرات اللي شوي قليلة بالدهون، يعني مقارنة بأنواع مكسرات تانية قليلة بالدهون. السعرات الحرارية إلها كتير مقبولة، يعني عم نحكي عن 3-4 حبات من الكستنة عم تعطي الجسم تقريبا من 60-70 سعر حراري، فهون إنه برضو بدنا نرجع لفكرة الكستنة، منيحة فيها بوتاسيوم، فيها الفوسفور المنيح مثلا لصحة، ينصح بالكمية اللي بيحبها الشخص بالكمية. البطاطا الحلوة كمان يعني إنه هي من الأغذية اللي فعليا أنا بشجع إنه يصير استهلاكها خلال أيام الشتاء خصوصا للأطفال. يعني مثلا عندنا البطاطا الحلوة، الفرق بينها وبين البطاطا العادية هي السعرات الحرارية أقل، أقل معنى أحلى بالضبط، ولكن كمية السكر اللي فيها أعلى، يعني عم نحكي عن 100 جرام من هاي ومن هاي، الحلوة عم تعطيني تقريبا 17 سعر حراري، العادية عم تعطيني تقريبا 20-21 سعر، ولكن عدد الجرامات السكر هو فيه الفرق. وغير هيك الفيتامينز، خصوصا الفيتامين A، الفيتامين A واحد من مضادات الأكسدة اللي بدنا إياه خلال أيام الشتاء، يعني فعليا مناعة الشخص بتقل إلى حد ما، صح. خلال أيام الشتاء، فإحنا بدنا نرفع مستوى المناعة من خلال إدراج مضادات الأكسدة مثل الفيتامين A، وفعليا مركزة فيه البطاطا الحلوة. ممكن انه نستخدمها البطاطا الحلوة كبديل للتشيبس عند الاطفال، يعني ممكن انه نشرحها نشويها نحط عليها النكهات اللي بيحبوها الاطفال، يعني مثلا الاطفال بيحبوا الطعم الحلو نحط لهم قرفة عليها، الاطفال بيحبوا شوي البابريكا
كان البهارات شوي الفلفل ممكن انه نحطها ولكن بكميات برضه معقوله من البهارات. شكرا لك اخصائيه التغذيه رشا شواوره، وهذه نصائح اكيد راح ناخذها في الحسبان، ونتمنى من الساده المشاهدين يكونوا استفادوا منها. شكرا لك. شكرا، صباح الخير، وشكر موصول لمشاهدينا الذين رافقونا منذ 8 وحتى الآن، ولقاء يتجدد بإذن الله صباح السبت. إلى اللقاء. إلى اللقاء.